This conference will now be recorded. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنعمل ريفيجن على المحاضره الاولى والثانيه والثالثه. اللي ما كانش حاضر معانا المحاضرات اللي فاتت ان شاء الله هنعيدها كلها كامله. اتمنى ان اللي حاضر معانا او يقدر يتصرف ممكن يجيب لنا الكالكوليتر دي او الاله الحاسبه دي تكون موجوده معايا، بحيث ان احنا هتسهل علينا كتير جدا في الاكسرسايز الاول او في المسائل الاولانيه اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله. يعني مبدئيا كميه الميد ترم بالنسبه لماده البيو اس 101 تعتبر من اسهل المواد اللي موجوده عندنا في الجامعه واصعبها في نفس الوقت، لان هي بتعتمد في الجزء الاول من الماده على الاساسيات بتاع الرياضيات اللي المفترض تكون عند الناس. لو مش موجوده دي ان شاء الله هنحاول نعمل ريفريشمنت ليها ونحاول يعني نحاول نمشي الوضع باذن الله. في النهارده او محاضره النهارده هيبقى الجزء الاول فيها بيتكلم عن جزئيه الفراكشن، يعني الجزء الاول فيها عن الكسور، يعني اول جزئيه عندنا عن الفراكشن وكيفيه التعامل مع الكسور وايه انواعها. وكمان من ضمن الجزئيات اللي هنتعامل معاها النهارده اللي هي كمان الديسمال نمبر، ازاي اعمل كونفرت على اعداد عشريه، وكمان النسب المئويه كيفيه التعامل معاها، وكمان مفهوم الراوند او التقريب. يعني انا بحاول اسرد بشكل عام كده الافكار اللي احنا هنمر عليها، وهنحاول ان شاء الله كمان ناكد على مفهوم how to solve the equation او كيفيه حل الايه حل المعادلات. يبقى مبدئيا كده الجزء الاول اللي هنتكلم عليه هو مفهوم الكسور، والجزء اللي بعديه الاعداد العشريه وكيفيه التعامل معاها، وبعد كده النسب المئويه، النسب المئويه، وكمان التقريب، ازاي نعمل عمليه تقريب، وكمان كيفيه حل المعادلات اللي فيها مجهول a او b او x وما الى ذلك. خلاص، ده بالنسبة للأفكار اللي احنا هنمر عليها النهاردة. يعني الورق اللي أنا بعته على الجروب أتمنى الناس تكون فاتحة معاها، أو على الأقل خلاص تكون عملته برنت، أو اللي كان معانا سابقا وكان معاه الورق فيحاول يعمل ريفيجن لنفسه كده على الورق. الجزء الأول اللي موجود معانا في الورق بيتكلم على تحويلات الفراكشنز أو كيفية التعامل مع الكسور بتاعتنا، اللي هو الجزء الأول اللي احنا هنتكلم عليه. بس قبل ما نشرح الجزء الأول اللي عندي أنا محتاج إن أنا أتعرف على بعض المفاهيم الأساسية كده. اتمنى ان اللي محتاج يدخل فويس معايا او يتكلم معانا او ياخد ويدي معايا في الحوار مفيش اي مشكله اطلاقا، لان هو اوريدي في فويس عند كل واحد ممكن اكتبها ويدخل معايا ويكومنت مثلا او يطلب مني اي طلبين. خلاص، دكتور، مبدئيا اتفضل. بالنسبة للكسور، اها في قالوا لي انك تقدر تستخدم الآلة الحاسبة تطلع الجواب على طول، لكن الدكتور ما يعطيك الدرجة الكاملة وهي مظبوط، صح بخطوات. صحيح. احنا اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنحاول ناخد طريق ملتوي على الموضوع كده، ملتف شويه، ان احنا نستخدم الاله الحاسبه وفي نفس الوقت ناخد الدرجه كامله. يعني احنا عندنا الفكره دلوقتي ان انا ازاي اتعامل بالاله الحاسبه واسهل على نفس الموضوع، وفي نفس الوقت كمان ازاي اخد الدرجه كامله. خلاص، فهي الفكره كلها ان عشان امشي بالقسمه المطوله وطريقه السرد اللي موجوده في السلايد بتاع الجامعه هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لك انت، بالنسبه لي انا عادي الموضوع، بس هيبقى مزعج بالنسبه لك الموضوع يعني. تمام، يعطيك العافية. الله يكرمك. بص يا سيدي، احنا مبدئيا عندنا الجزء الاول اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو الفراكشنز او الكسور، وانا عايز حضراتكم كده تركزوا معايا على الانواع الثلاثه اللي انا هكتبها دلوقتي. النوع الاول وليكن صوره 2 على 3، والنوع الثاني وليكن 3 على 2، والنوع الثالث وليكن 1.5. انا محتاج حضراتكم بس تقولوا لي ايه الفرق بين الثلاث اشكال دول، او حد يدخل معانا فويس ويكومنت علينا كده في الكلام ويعلق علينا ايه الفرق بين الشكل الاول والشكل الثاني والشكل الثالث عشان نقدر نميز كده بينهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا اهلا هلا بحبيبي. دكتور. اهلا بحبيبي. الفرق بين الكسور الثلاثة ان الاول المقام اسطر ايوه، من البسط. المقام. بص يا سيدي، المقام هو اللي تحت مش اللي فوق، يعني المقام هنا الثلاثة، والبسط هو الكم، هو الاثنين، يعني مش عارف. اوكي. بالظبط، يعني ده 3 على 2 ده بيمثل بالنسبة لنا بسط، بسط، وده بيمثل بالنسبة لنا مقام. مقام حلو. أي كم ده؟ الأول عندنا اللي هو اها، البسط أصغر من المقام، أحسنت، ممتاز، زي الحل والثاني جدا. العكس، اها، ممتاز، البسط والثالث أصغر. عندنا عدد صحيح وكسر. الله ينور عليك، ممتاز، أحسنت. طيب، الفروق الثلاثة اللي أنت قلتها دلوقتي نأكدها تاني للناس عشان خاطر اللي مش واخد باله أو لسه مش مركز. احنا قلنا الكسر بتاعنا عبارة عن بسط ومقام، البسط بيمثل الاثنين والمقام بيمثل كم؟ بيمثل الثلاثة. في الحالة الأولى بالنسبة لي لو جيت لاحظت كده هتلاقي البسط عند حضرتك اثنين والمقام كم؟ والمقام ثلاثة، فده بنسميه بروبر فراكشن، اسمه بروبر
فراكشن او كسر نقي، او بنسميه كسر في ابسط صوره او في شكل الايه، في شكل البروبر. الكسر اللي بعديه او النوع اللي بعديه البسط اكبر من المقام، وده بنسميه الامبروبر فراكشن، او بنسميه كسر البسط فيه اكبر من المقام. النوع الاخير بالنسبه لنا بنسميه ميكسد فراكشن، او بنسميه ميكسد نمبر، اللي هو اذا كان في عندي عدد صحيح بيجاور مين؟ بيجاور الكسر بتاعنا. خلاص، يبقى ده الاشكال الثلاثه او الانواع الثلاثه اللي موجوده عندنا في الكسور او الفراكشن مبدئيا. دكتور اتفضل. في الامتحان راح يجيبون لنا الأسئلة هذه بالإنجليزي بكذي بهالطريقة صح؟ اه طبعا، اه إذا طبعا. الميكس أو لازم يعني نكون شكل، عارفين الكلمات. بص انا شكل السؤال بالنص بيجي لك كده، يعني ده شكل السؤال بيجي لك كده اهو، change 8 4 over 5 to an improper fraction. ده السؤال بيجي لك كده، انت الفكره كلها ان انت ازاي تفهم السؤال. خلاص، يعني الفكره كلها. البروبر معناها أن المقام يكون أكبر من البسط. الله ينور عليك، ممتاز، تمام. تمام. طيب الفكره في الامتحان بقى، هل بيجي لي السؤال باي شكل او الكيفيه اللي بيجي لي فيها في الامتحان؟ رقم واحد في الامتحان بيجي لنا السؤال اما يجي لي على صوره امبروبر واعمل له كونفيرت تو ميكسد، يعني يجي لي على الشكل الامبروبر واحوله لشكل الميكسد، او يجي لي على شكل الميكسد وانا احوله لشكل الايه، لشكل الامبروبر. وفي المعظم بيجي لي سؤالين، يعني بيجي لي سؤال مره امبروبر حوله لميكسد، وسؤال اخر من الميكسد حوله لنا للامبروبر. طيب الاسهل بالنسبه لنا ان انا احول الميكسد، فتعالوا ناخد اكسرسايز كده على اللي موجود معانا في الورق، واتمنى الناس تكون متابعه معانا كده، واللي بيكتب يا ريت يكتب معانا. الكسر الاول بالنسبه لي بيقول لحضرتك كده في السؤال بتاعنا تشينج، غير الشكل اللي قدامك اللي هو 8 و4 على 5 to an improper fraction، يعني حول شكل الميكسد to الامبروبر. طب ازاي احول شكل الميكسد to امبروبر اساسا؟ اللي اول مره يسمع الكلام ده يا ريت ينتبه شويه للكلام ده. ادي 8 وهنا 4 على ال5، خلاص ده بيساوي، كل اللي هتعمله حضرتك هنضرب ال8 ضرب ال5 زائد الكم زائد ال4، يعني كل اللي هعمله هذا المقام بتاعي زي ما هو 5، يعني المقام بتاعنا زي ما هو 5، اضرب 8 في 5 بالآلة الحاسبة هتعطينا 40، زائد البسط بتاعنا اللي هو اوريدي بيساوي كم؟ بيساوي ال4. يعني كل اللي هتعمله حضرتك هتضرب 8 ضرب 5 زائد ال4، يبقى هنا العلاقة علاقة ضرب، وهنا العلاقة علاقة ايه؟ علاقة جمع. 8 ضرب 5 قلنا ب 40، وزائد ال4 الناتج النهائي 4 زائد 40 تعطينا كم؟ تعطينا 44 على ال5. يبقى اذا كيفية تحويل صورة الميكسد تو امبروبر، اضرب اجمع على طول، احنا بنحفظها دايما كده، اضرب واجمع. طيب السؤال اللي تحتيه تأكيدا للموضوع، عشان برضو اللي مش واخد باله او لسه الموضوع بالنسبة له فيه لخبطة، لو انت عند حضرتك 3 و2 على 7 عايز اعمل لها كونفيرت، قال لي هتضرب برضو تحول، اضرب ال3 في 7 وضيف عليهم كم؟ وضيف عليهم الاثنين، بس المقام بتاعنا دايما ثابت، يعني المقام بتاعي 7 زي ما هو. 3 ضرب 7، عايزين الناس كده تفتح معانا الفويس وتكتب نفسها كده بدل اللي هيسرح، لان المحاضره مطوله شويه، فلو سرحنا من الاول هتلاقي الموضوع كله سرح منك يعني. خلاص، فيا ريت الناس تكون مركزه معانا. ادي 3 ضرب 7 تعطينا بالاله الحاسبه 21 واحد زائد، وعشرين الله ينور عليكي، ممتاز، زائد كم؟ زائد الاثنين. نعم. المقام عند حضرتك زي ما هو 7، 21 زائد 2 تعطينا كم؟ تعطينا 23. يبقى انا عملت كونفرت للميكسد بتاعنا لشكل الايه، لشكل الامبروبر او شكل الامبروبر. طب هل الكلام ده يمكن التحقق بيه باستخدام الاله الحاسبه؟ قال لي اه طبعا ممكن نعمل الكلام ده كله باستخدام الاله الحاسبه اساسا. لو معاك اله حاسبه يا ريت تطلعها معاك دلوقتي، يعني لو معاك اله حاسبه، دي الاله الحاسبه بتاعتنا، انا حاولت انزل البرنامج بتاعها على الكمبيوتر بحيث تبقى واضحه للناس. في عندي زر اللي هو زر الكسر ده اللي موجود هنا اهو، ده زر الكسر، ده شكل الكسر بتاعنا. طيب انا عايز اكتب الرقم اللي هو اوريدي قدام حضراتكم ده 3 و2 على 7، ازاي اكتبه بالآلة الحاسبة؟ لو جيت بصيت على الآلة الحاسبة هتلاقي فوقيها رمز اصفر كده، لازم استدعيه بزر الشيفت، يعني لازم استدعيه بزر الايه، بزر الشيفت، فهضغط شيفت مع الكسر. يبقى كل اللي عملته في الآلة الحاسبة رحت ضغطت على زر الشيفت كمان اهو، ورحت ضغطت على زر مين؟ على زر الكسر. يبقى اذا شيفت مع الكسر بيحوله لنا لشكل الميكسد مباشره. خلاص، يا ريت تجرب بنفسك بالاله الحاسبه، الاله الحاسبه قدامكم واضحه، هتكتب 3 وبعدين بالاسهم اللي فوق، بالاسهم اللي هي اسهم الانتقال اللي موجوده فوق، تغير اتجاه السهم بتاعك وتطلعه فوق بحيث تكتب 2 وانزل بالسهم تحت هتكتب كم؟ 7. بمجرد ما تضغط على زر اليساوي، يعني بمجرد ما تضغط على زر اليساوي هيطلع لك فعليا الكسر اللي احنا اوريدي طلعناه، اللي هو عباره عن كم؟ اللي هو عباره عن
ال 23 على الايه؟ على السبعه. خلاص، يبقى ده الفكره الاولى بالنسبه لي، او الخطوه الاولى في كيفيه حل الايه؟ حل المسائل من نوع ميكسد تو امبروبر. النوع الثاني اللي هو كيفيه تحويل الامبروبر تو ميكسد، كيفيه تحويل الامبروبر تو ميكسد اللي هو الخطوه السؤال رقم 3. ويا ريت اللي عنده اي مشكله او اي استفسار في اي سؤال يسالني، يعيد تاني مفيش مشكله اطلاقا، بس الناس تكون منتبهه وعارفه احنا بنعمل ايه. خلاص، وان شاء الله هرفع المحاضره فيديو بحيث اللي محتاج يعمل ريبيت للمحاضره تاني، او يعيد اي نقطه او اي جزئيه يحاول يطبقها لو مش معاه آلة حاسبة، ان شاء الله يحاول نساعده في الكلام ده باذن الله. السؤال اللي بعديه بقى، بيقول لي رايت، ويا ريت تقرا السؤال كويس، يا ريت تقرا السؤال كويس ناس. رايت 18 اوفر 5 18 على 5 از ميكسد نمبر. طب هو شكل الميكسد نمبر لسه جاي او لسه واصل معانا في الريفيجن؟ شكل الميكسد يبقى انا عايز اعمل الكسر بتاعي على الصوره دي، يعني انا محتاج احول الصوره بتاعتنا من الرقم اللي كان موجود قدامك هناك اللي هو عباره عن 18 على 5 اهو، 18 كسر 5. نقدر نقول كم 5 في موجودة بال18؟ راح يكون في 3. بص هقول لك على حاجه عشان برضو ما تقولهاكش في الجزء ده. طب لو انا قلت لك مثلا 37 تقسيم 9، او سالتك 117 على 12، هتحسبها ازاي؟ هنا الرقم سهل شويه، يعني سهل ان انت تقول فيه 3 وفيه 2 وباقي 3 وما الى ذلك يعني. انما لو رقم كبير شويه هتعمل ايه؟ يعني لو رقم كبير شويه هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك انزعجت ومش عارف تحل الموضوع. الاسهل من وجهه نظري انا الشخصيه يعني، ان انت تستخدم الاله الحاسبه في الجزئيه دي بالاخص، وهتكتب زي ما انا كتبت كده وتاخد فول مارك في السؤال كمان. 18 كسر 5، وادي الاله الحاسبه الكريمه بتاعتنا. هنحط الكسر بتاعي زي ما انا حطيت كده قدام حضرتك، 18 وانزل بالسهم تحت هنا كام؟ 5، ويساوي. يبقى كل اللي عملته كتبت الكسر ويساوي مباشره. طب انا عايز اعمل له كونفيرت، احوله من شكل الامبروبر تو شكل الميكس. اهو اقفل ايه بس الفويس، قاعد ادرسها هني. الفويس بس شغال عنده، شيفت وبعد كده اس دي. يبقى كل اللي هتعمله حضرتك شيفت وبعد كده ايه؟ وبعد كده اس دي. يبقى اذا زر الشيفت اهو اللي هو الزر ده، وزر كمان اللي انا محدد عليه بالسهم دلوقتي الاس دي، هيحول لك الشكل بتاعنا مباشره لشكل الايه؟ لشكل الميكسد نمبر. يبقى هكتب الناتج بتاعنا اللي هو 3 اهو، 3 و3 على الخمسة، 3 وكم؟ و3 على الخمسة. طيب الصورة اللي قدامي أنا محتاج آخد فول مارك، مش عايز آخد برضو نص الدرجة زي ما الناس كانت بتقول. إحنا ليه ناخد نص الدرجة لما ممكن آخد درجة كاملة؟ يبقى كل اللي هعمله دلوقتي نفس اللي أنا عملته فوق، اضرب الثلاثة بخمسة واجمع عليهم كم؟ واجمع عليهم التلاتة. ثلاثة ضرب خمسة تعطينا 15 زائد الثلاثة على الخمسة. يبقى انا اخدت الموضوع بشكل مختلف شويه او بشكل ملتوي شويه على الموضوع، بيز اخد درجه كامله على السؤال. طيب تاكيد على الموضوع اللي لسه مش واخد باله، لو انا قسمت كده دكتور معاك عمر، بس عيد النقطه الاخيره هذه اللي 15 جمعت فيها ثلاثة. طيب بص يا سيدي، تاني هون سؤال اخر، احنا من اليمين لليسار، ما رحنا من اليسار لليمين. الله ينور عليك، ممتاز. انا بكتب السؤال زي ما انا كاتب قدامك هون. هنا الكسر بتاعنا كم؟ 47 كسر 5 كسر 9، هقول له يساوي، وهنا هسيب سبيس وهروح للآلة الحاسبة، هو محطط الكسر بتاعنا اللي هو عبارة عن 47 وانزل بالسهم تحت واكتب 9 يساوي. الكسر بتاعنا ما زال امبروفر، عايز احوله لشكل الميكسد، هقول له على زر الشيفت وبعدين زر الاس دي. حول الفورم بتاعتنا مباشرة من شكل الامبروفر تو شكل الايه؟ الميكسد، اللي هو الناتج بتاعنا هيبقى عبارة عن كم؟ عبارة عن 5 و2 على 9. الملاحظ ان انا سايب هنا سبيس، سايب مكان فاضي. ليه؟ عشان دي خطوه الحل بتاعتي اساسا، يعني هنا خطوه الحل بتاعتنا. اللي انا عملته دلوقتي الدكتور مباشره هيقول لك ده انت مفبرك الحل، عامله لي بالاله الحاسبه. لا، انا عايز الخطوه فول مارك فيها. فكل اللي هتعمله حضرتك، كل اللي هتعمله مباشره كده، هتقول له والله تعالى اضرب لنا 5 ضرب 9 واجمعها لنا على كام؟ على الاثنين. يبقى هنا اضرب وهنا كام؟ اجمع. المقام بتاعي ما زال 9 زي ما هو. وبنفس الطريقه برضو 5 ضرب 9 بالاله الحاسبه هتعطينا 45. اجمع عليهم البسط بتاعنا اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي 2. يبقى انا حولت السؤال بتاعنا بشكل مباشر وباستخدام الاله الحاسبه، وكمان خدت فول مارك فين؟ فول مارك في السؤال بتاعي. طيب نرجع للسؤال الثاني اللي بعديه وناكد المعلومه اللي لسه مش واخد باله، ويا ريت برضه لاي واحد مش واخد باله يكلمني، يدخل فويس
او يبعت شات براحته. السؤال رقم 4، عايز حد يشاركنا كده زي ممكن نعمل الكلام ده او يكون طلع الناتج باستخدام الآلة الحاسبة. 36 على 5 نحط مسافة. بالظبط. احنا معانا 22 واحد موجودين لايف يا جماعة، فالموضوع اتوقع ان في ناس كتير سمعانا، ولا انتوا فاتحين لايف وخلاص؟ نركز كده مع بعض. 36 كسر 5، 36 كسر 5 آلة حاسبة ونسيب سبعة سبيس. واحد على خمسة. الله ينور عليكي، ممتاز. يبقى آلة 36 وهنا كسر الخمسة يساوي آلة الحاسبة بتاعتنا. برضه أنا بحاول أأكد دايما على الآلة الحاسبة لأن بتسهل علينا الموضوع وبتأكد الحلول كمان. يبقى زي ما حضرتك قلت لنا كده، 7 وكم؟ 1 على الخمسة. طيب أنا محتاج إن أنا أحط السبيس ده أحطه في إيه؟ قال لي زي ما أنت قايل من شوية، سبعة احنا ضرب خمسة نضربهم زائد بعدين اثنين. نجمع. الله ينور عليكي، ممتاز. يبقى إذا اضرب اجمع، يبقى المقام بتاعنا زي ما هو 5، وهنا 7 ضرب 5 تعطينا كم؟ قال لي 7 ضرب 5 تعطينا 35 زائد كم؟ زائد 1. فعليا لو جيت تأكدت كده هتلاقي 36 عبارة عن 35 زائد 1، ال 35 بتقبل القسمة على 5 بتعطينا 7، والمتبقي 1 على كم؟ 1 على ال 5. خلاص، يبقى ده فكرة الحل أو الفكرة الأولى أو الخطوة الأولى عندنا في المسائل بتاعتنا، اللي هي how to convert the mixed to improver أو الامبروبر تو الميكس. خلاص، انا هكتب سؤال سريع كده للناس بحيث برضو اللي قاعد مشارك معانا يحاول يجرب، واللي يخلص يقول لنا سريعا كده. الحاله الاولى convert، حول 3 و7 على 9 to improver to improver، والخطوه الثانيه convert، حول برضو 77 على 8 تو شكل الميكس. انا عايز بس سريعا كده اللي يخلص يقول لي وانا اتناقش معاكم في الحلول، ما فيش مشكله اطلاقا. أول واحدة راح تكون 3 ضرب 9 زائد 7. احسنت، يبقى اذا هكتب الكسر بتاعي الاول اهو، خطوات الحل زي ما انا بكتب بالظبط. اضرب اجمع على طول، 3 ضرب 9 كم؟ ممتازين ما شاء الله عليكم، تعطينا 27، وضيف عليها البسط بتاعنا اللي هو اوريدي كم؟ البسط اللي هو 7، والمقام بتاعنا ما زال كم؟ ما زال 9. 27 زائد 7 تعطينا كم مباشرة؟ 34 على 9. 34 على 9، في ناس مصحصحة. عايز أتأكد من الآلة الحاسبة بتاعتنا، آدي شيفت وآدي علامة الكسر بتاعتي، واكتب 3، مش هتخسر شيء، بالعكس أنت هتأكد من حلولك تبقى طالع من الامتحان مطمن أساسا. هيعطينا كم؟ هيعطينا 34 على كم؟ 34 على 9، تمام؟ السؤال اللي بالنسبة تحت، للامتحان يعطونا وقت فيه ساعة ولا ساعتين بالامتحان؟ لا ساعة ونص، ساعة ونص ساعة الميد ونص تيرم، هذا غير الكويز. لا في الميد تيرم ساعة ونص وفي الفاينل ساعتين، تمام. والميد تيرم اساسا محتاج على الاقل ساعتين اساسا، لان الميد تيرم بيكون طويل جدا جدا جدا، يعني الامتحان بيكون طويل. يعني انا نصيحة برضو للناس اللي بتسمعنا لاول مرة، يعني اللي رايح الامتحان مش رايح يفكر يحل في الامتحان، ده رايح يحل مباشرة. يعني مش هتمسك اسئلة لسه تفكر في كيفية حلها، لا انت اوريدي عارف 99% من الامتحان وداخل تحل مباشرة، خلاص؟ لأن الموضوع هيبقى مزعج جدا لو لسه بتفكر في الحل، خلاص؟ لأن الوقت بيكون ضيق على الناس والناس بتطلع متوترة وما إلى ذلك يعني. طيب بالنسبة للسؤال الجديد بقى اللي هو السؤال المفترض convert 77 على 8، هنحل السؤال إزاي؟ هنحطها بالآلة حاسبة، هنحط الكسر ونعمل شيفت واس دي. ممتاز جدا، ممتاز. هيطلع 9 5، عدد صحيح 9 و5 على 8، بسط مقام. ممتاز 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 ممتاز، أحسن. يبقى هنضرب إذا 9 ب8 هيطلع 72. very good very good، أحسن. يبقى إذا أدى ناتج الآلة الحاسبة بتاعنا احنا طلعناه عبارة عن 9 و5 على كام؟ و5 على 8، وهنضرب 9 في 8 تعطينا 72، زائد البسط بتاعنا اللي هو اوريدي 5، والمقام بتاعنا كام؟ والمقام بتاعنا بيساوي 8 زي ما هو رقم 6. خلاص، يبقى انت وانت بتذاكر دلوقتي او انت بتحل معايا، السؤال الاول عند حضرتك، السؤال الاول ده حل مباشر اللي هو السؤال الاول والثاني حل مباشر، انما السؤال الثالث والرابع عشان احله لازم اكتب في الآلة الحاسبة الكسر وبعدين اضغط زر الشيفت مع زر الايه؟ زر الاس دي. خلاص، يبقى اذا هكتب لك وانت اكتب عندك ملحوظة برضو، شيفت مع الايه؟ مع الاس دي. خلاص، يبقى اذا شيفت مع الاس دي الزر عشان تقدر تكتب الايه؟ تكتب الحل بتاعك بشكل مباشر. خلاص، ننتقل لجزئيه تانية اللي هي جزئيه
الجمع وطرح الكسور وضربها. وبرضه في الملحوظه دي اللي كان حاضر معانا المحاضره، انا كتبت نوتس كده على الهامش بحيث تبقى موجوده عند الناس كلها، اللي هي الحاله الاولى في حاله جمع وطرح الكسور. حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ جمع وطرح، توحيد مقامات. احسن. في الحاله الثانيه في الضرب الكسور، في الحاله الثالثه قسمه الكسور. الحاله الثالثه بتاعتها اللي هي بتمثل القسمه، قسمه الكسور. كتبنا كده بالعربي سابقا، قلت كده في الحالة الأولى فيهم، الحالة الأولى قلت له في حالة جمع الكسور بنعمل توحيد للمقامات بتاعتنا. في حالة الضرب بسط، ضرب بسط على المقام، ضرب المقام مع خطوة تبسيط الحل، نبسط الصورة بتاعتنا. في حالة القسمة كان السؤال بتاعنا عبارة عن خطوتين، الخطوة الأولى والخطوة الثانية. الخطوة نحول الأولى القسمة للضرب، ايوه احسنتي، يبقى نحول عمليه التقسيم الى عمليه ضرب. نقلب الخطوه الكسر الثانيه الثاني، بعدين نعكس الكسر الثاني. نعكس الكسر اللي هو الثاني او رقم 2 في الايه، في المساله بتاعتنا. طيب كخطوات حل سريعه كده الموضوع بتاعنا، لو انا عايز افكر في خطوات حل للسؤال بتاعي بدل ما اروح احل الامثال هناك مباشر، خلينا ناخد اول اكسرسايز عندي هكتبه. لو انا كتبت لحضراتكم كده مثال 3 على 4 زائد 2 على 5. أولا السؤال هنا جمع، فبرجع تاني للقاعدة اللي أنا كتبتها فوق في الجمع، أنا كاتب في الجمع والطرح، الجمع والطرح توحيد مقامات. طب حضرتك هتوحد المقامات إزاي؟ قال لي أولا توحيد المقامات بنضرب المقامات في بعضها، اللي مش مركز يحاول يركز معايا عشان الحاجات دي ما تلخبطناش، ودي كلها حاجات أساسيات أساسا. هنضرب الأربعة في خمسة، يبقى إذا أول شيء هضرب الأربعة ضرب الكم؟ ضرب الخمسة، أهو 4 ضرب 5. وبعدين كروس برودكت او ضرب تصالبي، 3 في 5 اهو 3 ضرب 5 زائد، اضرب الاثنين في الاربعه، اضرب 2 في الاربعه. تمام، 4 ضرب 5 تعطينا 20، 3 ضرب 5 تعطينا 15، يبقى انا بكتب حل سؤالي بالخطوات كمان، وهنا 8 يبقى زائد كم؟ زائد 8. على بس حسب وريح. هذا السؤال أصلاً أنا ضايع صراحة، كان النت مو عندي مو مظبوط. هذا السؤال وين؟ ده احنا اخدنا الجزء الاول اللي احنا شرحناه دلوقتي، احنا شرحنا فكره التحويل الميكسد تو امبروبر والامبروبر تو ميكسد. السؤال اللي احنا داخلين عليه دلوقتي اللي هي فكره عمليات الجمع والضرب والطرح والقسمه على الكسور. تمام، فانا قلت في الاول عشان الخطوه الاولى احنا قلنا في عمليه الجمع بنعمل توحيد مقامات، في عملية الضرب بنعمل ضرب البسط في البسط والمقام في المقام، والقسمة بتحول عملية القسمة إلى ضرب ونعكس الكسر لإيه؟ الكسر الثاني. أنا كتبت مثال من عندي، يعني ده مثال خارجي من عندنا، وده مثال أنا اي كاتبه. اوكي تمام عملت ايه اوكي. المثال ده أنا المثال بقوله، هذا، اتفضلي. المثال هذا مو موجود داخل النوت. أنا كاتبه من عندي بحيث أربعة إن أنا زائد أتدرب معاكم على المثال اللي جواه. اي انا طيب. اوكي اوكي ممتاز. طيب مبدئيا عشان أعمل عملية توحيد مقامات اللي لسه واصل من بره، كان في عبد الله لسه واصل. اولا هضرب المقام في المقام، يعني هضرب 4 ضرب 5 اهو، ضرب 4 ضرب 5، وبعدين نضرب ضرب تصالبي 3 في 5 ثم 2 ضرب الكام؟ 2 ضرب ال4. 3 في 4 في 5 تعطينا 20 في المقام، وهنا 3 في 5 15، وهنا كام؟ وهنا 2 في 4 تعطينا 8، 8 زائد 15 تعطينا كام؟ تعطينا 23. ويا ريت اللي فاتح الفويس عنده يقفل الفويس عشان بس ما ينزعجش وما يزعجش الناس معانا. ادي الكسر بتاعي عشان اتاكد من حلولي اساسا، الكسر بتاعنا اللي كان موجود عباره عن 3 على 4 اهو، 3 على ال 4 زائد، وهنا كسر تاني 2 وهنا كسر 5 يساوي. طلع الناتج مباشره فعليا زي ما احنا طلعناه اللي هو 23 على كام؟ على 20. طبعا انا حليت السؤال بشكل مباشر بالآلة الحاسبة، بس انا مجبر في الامتحان ان انا اكتب الخطوات اللي موجوده قدام حضرتك زي ما هو موجود كده. خلاص نرجع لي بس كان ممكن بس شلون الآلة حاسبة استخدم الآلة. احط الشك. لا لا، من غير شفت خالص، انا بعمل كسر الاول، الكسر الاول عند انا حضرتك. اتفضلي. بس المقام بس ما قاعد يطلع لي، يطلع لي شيء ثاني. هو في مشكلة معناته يمكن بأول
لو الآلة فيها مشكلة عندك اضغطي مود واضغطي واحد، يعني اضغطي مينيو واحد أو مود واحد. مود اي حق. اي واحدة مود اللي هو الزر ده مكتوب مود أو سيت أب، ايه واكتبي واحد ايه مود واحد عشان ترجع الآلة لأصلها يعني. خلاص اوكي. طيب اهو كتبنا الكسر بتاعنا الأول 3 ونزلت بالسهم تحت كتبت 4، وهنا زائد اكتب الكسر الثاني 2 وتحت الكسر هتكتب كم؟ هتكتب 5 يساوي، هيطلع مباشرة الناتج بتاعنا اللي هو 23 على كم؟ على ال 20. خلاص يبقى ده الفكرة الأولى أو الفكرة الخاصة بعملية الجمع. تعالى ناخد اكسرسايز عليها دلوقتي في الأمثلة اللي موجودة معانا في الريفيجن اللي احنا عاملينه أساسا. أول سؤال بيقول لي اجمع 7 على 9 زائد 5 على كم؟ 5 على 8. مبدئيا ادي الكسر بتاعنا اللي هيطلع من خلاله ناتج الجمع. قلنا اول خطوه اضرب المقامات في بعضها، يبقى هضرب 9 ضرب 8 ثم كروس برودكت ضرب تصالبي 7 في 8 7 ضرب 8 زائد ال 5 ضرب الكم؟ ال 5 ضرب 9. ما دام الآلة الحاسبة تقدر تشتغل بيها خلاص اشتغل بالآلة الحاسبة، ما تزعجش نفسك يعني. 9 ضرب 8 تعطينا كم؟ اللي مصحصح معانا 72. ممتاز، في ناس مصحصحة وفي ناس نايمة. 8 ضرب 7 والله توني نايم توني قاعد. صباح الخير. 5 ضرب 9 تعطينا كم؟ تعطينا 45. خلاص يبقى إذا الناتج بتاعنا مباشرة هيعطينا بالشكل اللي إحنا كاتبينه دلوقتي هنا 45 تساوي 72 زي ما هي في الآلة الحاسبة. سوري 72 72 زائد 101 البسط كم؟ البسط هيعطينا 101 مظبوط؟ مظبوط. طيب كويس، يبقى إذا نكتب بس تحت كده يبقى ده يساوي 72 على ال 100 سوري 101 على 72 101. دكتور تفضل. في حال ان البسط وهو نفس المقام نقدر نحطه كعدد واحد صحيح ونجمع على الرقم الثاني، يعني اذا كان 8 على 8 زائد 2 على 4 مثلا. انت قصدك لو البسط ممكن توحيده بشكل مباشر يعني لو المقام كده يعني، مثلا لو اخذنا مثال كده كتبت انا مثال دلوقتي اهو قلت لحضرتك كده عايزين نجمع 3 على 6 زائد 1 على 2 مثلا او 1 على 3. لا انا كان قصدي ان المقام يكون نفس البسط يعني 3 على 3 مثلا. هو هنا ما بقاش كسر بقى، هنا بقى عدد صحيح اساسا، يعني اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي بقى عدد صحيح. لما تكتب له مثلا كده 3 على 3 زائد تلت زائد تلت زائد تلت، ده بقى عدد صحيح اساسا، بقى 1 زائد تلت 1 زائد تلت اللي هي هتبقى كام؟ هتبقى 1 وتلت. خلاص اوكي. يعني ده عدد صحيح، بس ما توقعش يبقى صورة السؤال كده اساسا، يبقى حتى الموضوع مش ملوش معنى قوي يعني، لان هو صحيح جنب الكسر ملوش لازمه. خلاص السؤال اللي بعديه في الطرح بقى اللي هو رقم 6، رقم 6 عند حضراتكم برضو عايز اتعامل مع الموضوع اللي احنا قلنا في الجمع او في الطرح بنعمل عمليه توحيد مقامات. خلاص يبقى اذا الخطوه الاساسيه بتاعتي اقول له والله تعالى حضرتك اضرب 7 ضرب 11 7 ضرب ال 11 واضرب ضرب تصالبي اضرب ال 5 ضرب 7 ناقص 3 ضرب 11 3 ضرب الايه ضرب ال 11. المقام هيعطينا 77 والبسط بتاعنا 5 ضرب 7 تعطينا 35 ناقص كم؟ 33. في الحاسبه 77 والبسط بتاع حضرتك هيعطينا كم مباشره؟ هيعطينا 2. طيب عايز تتاكد من حلولنا؟ خلاص تعالى اتاكد من حلك يا سيدي ولا تزعل نفسك. ادي الكسر بتاعنا الاول 5 كسر 11 ناقص 3 كسر كم؟ كسر 7 يساوي، هيطلع برضه نفس الناتج زي ما طلعناه، بس الاهم بالنسبه لنا في الامتحان هو خطوات الحل. يعني الاهم بالنسبه لحضرتك في الامتحان هو الخطوات، لان الدكتور اساسا مش هيحاسبك الا على الخطوات. خلاص ممكن كمان بعض الدكاتره الناتج النهائي ما بيحاسبش عليه، يعني مش هيدي لك درجه عليه اساسا لو انت كاتب الكلام بتاعك كلام بشكل مغلوط او بشكل فيه مشكله. خلاص طيب نرجع تاني، مرجعنا تاني للسؤال بتاعنا اللي هو عمليه الضرب.
وعملية الضرب والتقسيم قلنا الضرب بنضرب البسط في المقام، البسط في البسط. نرجع تاني للقواعد اللي احنا كتبناها من شوية. فين القواعد؟ هذه القواعد اهي. احنا كتبنا القاعدة الاولى، وياريت الكلام ده يتكتب عندنا بالقلم الرصاص. في عملية الضرب بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. مش بس كده، لا ده انا لازم اعمل عملية ايه؟ عملية تبسيط في الاخير. خلاص، يبقى اذا خطوات الحل بتاعتنا للسؤال مباشرة جدا جدا جدا. هتقول له تعالى اتفضل حضرتك هنا، حط لنا الكسر كده. البسط في البسط يعني اضرب 2 ضرب كم؟ ضرب 3. وهنا اضرب 3 ضرب الكم؟ ضرب 6. تساوي 2 ضرب 3 6، و3 ضرب 6 تعطينا كم؟ تعطينا 18. هل ده ابسط صوره؟ قال لي ما اعرفش. طب ازاي اعرف اساسا؟ قال لي حضرتك بتروح تلاقي الحاسبه بتاعتنا، تحط الكسر، الناتج النهائي بتاعنا اللي هو 6 على 18 هيساوي، هتلاقي الناتج طلع عند حضرتك كم اساسا؟ طلع تلت. دكتور لازم احطه في ابسط صوره ولا الجواب اللي قبله الكافي؟ اي ناتج عندك في الرياضيات عموما، مش بس في مادتنا هنا، لازم توضع الصوره النهائيه بتاعتك في ابسط صوره. خلاص، يعني اي ناتج عموما لازم يوضع في ابسط صوره، لان ده خطوه من خطوات الحل اساسا. تمام. طيب تعالى كده نشوف هل حلنا صح ولا غلط. ادي الكسر الاول، 2 كسر 3 ضرب 3 كسر كم؟ كسر 6 يساوي، هتلاقي فعليا ضربنا الكسرين في الآلة الحاسبة طلع الناتج النهائي بيساوي كم؟ بيساوي 3. خلاص، يبقى اذا حلنا السؤال بشكل مباشر، واتوقع ما فيش فيه مشكلة اطلاقا كمان. طيب السؤال اللي بعديه اللي هو عملية القسمة. نرجع تاني بقى للافكار اللي انا كتبتها من شوية، الفكرة اللي انا كتبتها هنا. كتبت عملية القسمة، القسمة الخطوة الاولى والخطوة الثانية. الخطوة الاولى بتحول عملية التقسيم الى عملية ضرب، والخطوة رقم 2 بنعكس الكسر الايه؟ الكسر التاني. طب تعالى كده نجرب مع بعض من باب الحل السؤال. 6 على 5 زي ما هي، قلنا بتحول عملية التقسيم الى عملية ضرب، حولناها لعملية ضرب. مش بس كده، ده هنعكس الكسر، بدل ما هو 3 على 2 هنخليها كم؟ 2 على 3. يبقى اذا حولت عملية التقسيم الى عملية ضرب، ونضرب ضرب عادي الكسر رقم 2 مش الكسر الايه؟ نضرب ضرب عادي، هتبقى نفس السؤال اللي فوق بالظبط، كوبي وبيست نفس الكلام. نضرب البسط احسن. تمام، نعيد السؤال تاني. بص يا سيدي، احنا عندنا عملية التقسيم، احنا قلنا عليها خطوات الحل بتاعتها في عملية التقسيم اللي انا شرحتها من شوية اهو. قلنا القسمة تحول فيها إلى ضرب ونعكس الكسر رقم 2. طب تعالى كده نجرب السؤال بتاعنا ونشوف هنحل السؤال إزاي أساساً. آدي عملية التقسيم حولتها خليتها عملية ضرب. مين اللي هيتعكس عندنا؟ قال الكسر الثاني مش الكسر الأول. يبقى الكسر الثاني هنحوله بدل ما هو 3 على 2 هنخليه كم؟ 2 على 3. والكسر الأول هنخليه 6 على كم؟ 6 على 5 زي ما هو. طيب، الفكرة السؤال بقت نفس السؤال اللي فوق بالظبط. اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يبقى هضرب 6 ضرب 2. واضرب 5 ضرب كم؟ 5 ضرب 3. ده يساوي 6 ضرب 2 بالآلة الحاسبة بتعطينا 12. 5 ضرب 3 بتعطينا كم؟ تعطينا 15. طب 12 على 15 هل في أبسط صورة ولا لا؟ قال لي اه طبعا ليست في أبسط صورة. طب اتأكد ازاي حضرتك؟ قال لي تعالى الآلة الحاسبة بتاعتنا الكريمة 12، انزل تحت حط لنا هنا كم؟ 15. هتلاقي الصورة النهائية للحل عبارة عن كم؟ 4 على الايه؟ على الخمسة. طب برضو عايز اتاكد من حلي، هو انا ماشي صح اساسا ولا غلط؟ اكتب الكسور نفسها اللي في الاول، 6 كسر 5 واطلع بره، تقسيم 3 كسر كم؟ كسر 2 يساوي، هتلاقي الناتج فعليا النهائي طلع كم؟ طلع 4 على 5 زي ما طلعناه من شويه. تمام، يبقى اذا الفكره بالنسبه لنا في السؤال هي فكره التاكد من حلولنا كلها باستخدام الاله الحاسبه، بالاخص في الجزء الاول، لان الجزء الاول في الامتحان عليه تقريبا 8 ل 9 درجات، او لا يا ربي سوري 6 درجات في كميه المتر، زائد ان هو مترتب عليه اسئله ثانيه، يعني هو مترتب عليه اسئله ثانيه، يعني هستخدم الكسور في حل المسائل الثانيه، هستخدم النسب المئويه وما الى ذلك. الحين هذه المحاضره الاولى استاذ، الاولى ده الاولى والثانيه والثالثه هنكملهم. اوكي لا الجزء هذا، الجزء هذا الاولى اللي انت توني قاعد تون حاضره. اوكي احنا لسه لحد رقم 10، يبقى المحاضره الاولى يعني لحد خلاص. أنا عايز بس أسأل سؤال كده للناس، السؤال رقم 9 ممكن نحل السؤال إزاي لأول مرة يشوفنا؟
الناس اللي شافت قبل كده او حلت معانا قبل كده مش مشكله، بس اللي اول مره يشوفنا يا ريت يناقشنا كده ويحاول يوصل لنا الفكره. معانا راح عدد نحول القسمه للضرب. طيب والكسر اللي قدامنا ده كسر ميكسد مش كسر عادي يعني؟ راح يصير سالب. يعني اسيبه زي ما هو ميكسد ولا احوله؟ اولا بالضبط يبقى اذا انا مجبر في السؤال بتاعي اول شيء نتخلص من الهول. اها يعني الهول نمبر كده اللي قدامنا ده احوله من ميكسد احوله لامبروف. ثلاثة ثلاثة في أربعة زائد اثنين على ثلاثة. ممتاز خلاص. يبقى اذا لازم الخطوة الاولى بالنسبة لنا في الحل، الخطوة الاولى بالنسبة لي احول الصورة الكسرية اللي قدامنا من صورة ميكسد لصورة امبروف. واحنا متفقين سابقا اللي كان معانا سابقا يعني ان اي صورة ميكسد نمبر في المسائل بتاعتنا حولها دايما لامبروفر، يعني خلي الصورة العامة بتاعتك دايما امبروفر ايه امبروفر نمبر تمام او امبروفر فاكشن. طيب 3 و3 على 5 هحولها ازاي؟ قال لي اضرب اجمع على طول بقى، اضرب واجمع. 3 في 5 15 زائد 3 تعطينا كام؟ قال لي هتعطينا 18 على ال5. تقسيم 4 ضرب 3 زائد 2، 4 ضرب 3 كام؟ 12. 12 زائد 2 تعطينا كام؟ قال لي تعطينا 14 15 3 12 2 14 14 14 صح. يبقى ده يساوي احنا رجعنا تاني بقى لاصلنا السؤال اللي فات اساسا. السؤال اللي فات كان تحويل عمليه القسمه الى عمليه ضرب ثم نقلب الكسر اللي بعديه. خلاص كلام ريبيت بقى الكلام ده. يبقى 18 على 5 ضرب 3 على 14. فيري جود ممتاز. 3 على كم؟ على ال 14. دكتور عندي سؤال. تفضل. شنو الشغله اذا سويتها يصير بدال ما يكون هو موجود يصير سالب؟ في شغله اتذكر ما اخذها هذا يعني... بالشو اسمه بالمحاضره الاخيره تحويل ثاني كده ثاني كده بس عشان اعرف سؤالك ثاني كده معلش. في شغله خذيناها بالكليه يقول لك ان اذا في شيء حولته للضرب قسمه وقسمه لضرب الموجب يصير سالب او سالب كذي شيء كذي يعني يتغير اشاره الموجب للسالب. لا الاسس بس يعني الاسس لو انت عندك يعني مثلا عندك واحد على اكس تربيع مثلا ده موجود في المقام عايز تطلعه في البسط مثلا هيبقى اكس اس سالب 2 هتعكس الاشاره بدل ما هي موجبه هتخليها تمام. طيب يعني مش محل شغلنا دلوقتي عشان ما ندوخكوش تمام. طيب هنا السؤال بتاعنا بقى ضرب كسر في كسر يبقى هضرب البسط في البسط زي ما قلنا. يبقى اذا هضرب 18 ضرب كام؟ ضرب 3 بين ال 5 ضرب ال 14 بالآلة الحاسبة اللي فتح الفويس بس بعد اذنكم. 5 ضرب 14 في المقام تعطينا كام مباشرة؟ تعطينا 70. وهنا 8 ضرب 3 سوري 18 ضرب 3 تعطينا كم؟ 54. الله ينور عليكي ممتاز 54 تساوي برضه هنا هل الكسر اللي قدامنا ده بأبسط صورة ولا لا؟ انا ما اعرفش. طب اتاكد ازاي؟ قال لي تحط لنا الكسر بتاعنا 54 كسر 70 في الآلة الحاسبة يساوي هيطلع كم في الاخير؟ هيطلع 27 على 35. الله ينور عليك ممتاز. استاذ لو سمحت انا يطلع لي بالصورة العشرية. لا لازم تكتب المسألة بتاعتك على الصورة الكسرية. شلون اعدل الحاسبة؟ الحاسبة يا سيدي الآلة الحاسبة عشان تعدلها هتضغط شيفت 9 شيفت 9 ايوه شيفت ومع 9 بعد كده 3 3 بعد كده يساوي بعد كده اي سي اوكي كم الكسر هو؟ كأنها كسر كده 54 على 70 54 على 70 يساوي هيطلع الكسر على طول يساوي 27 على 35. الله ينور عليك ممتاز ممتاز. اوكي خلاص. طيب أوكي. نروح للسؤال اللي بعديه بقى او للفكره اللي بعديها بقى اللي هي فكره الضرب برضو. هنحول الميكسد لامبروفر 4 في 3 زائد 2 بقى سريعا شويه هتعطينا كام؟ 14 على 3 ضرب نفس اللي فوق بالظبط 5 في 4 20 20 زائد 3 تعطينا 23 على ال 4. هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يبقى اذا هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام 14 ضرب 23 على ال 3 ضرب الكم؟ ضرب ال 4 بالآلة الحاسبة 14 ضرب 23 تعطينا 322 وهنا 12. هل ده بأبسط صورة؟ برضو أنا ما أعرفش. يبقى إذا 3 2 2 كسر 12 يساوي 161 على كم؟ 161 على الستة. يبقى ده أبسط صورة ليه هي عبارة عن 161 على كم؟ على الستة. يبقى ده تقريبا كان ملخص سريع اللي احنا قلناه في أول محاضرة اللي كان حاضر معانا يعني اللي هي الفكرة الأولى بالنسبة لنا اللي هي كيفية التعامل مع الكسور
من صورة الميكسد الامبروبر وانواعهم الثلاثة، وكمان كيفية جمع الكسور وطرحها وضربها وقسمتها، سواء الكسور العادية او الكسور الميكسد زي ما شفنا في المثالين الاخرين. خلاص هنتطرق بعد كده لجزئية بقى الديسيمال نمبرز او الاعداد العشرية، عايزين نصحصح شوية بقى في الجزء اللي جاي ده. وبرضو كملحوظات بنكتبها دايما كده جنب كل بند هنشتغل عليه. الملحوظة اللي جاية هو ايه الفروق الثلاثة بين الثلاث انواع دول. النوع الاول اللي انا هكتبه اهو كلمة ديسمال وكمان ديسمال فراكشن وكمان فراكشن. اللي فتح الفويس بس يا جماعة يقفل الفويس عنده عشان ما يشوشوش على الناس، يعني اللي فتح الفويس وعنده السؤال بس يفتح الفويس بعد اذنكم. اولا في عندنا ثلاث كيوردز كده او ثلاث مفاهيم لازم اكون عارفهم. خلاص الكلمة الاولى فيهم هي كلمة ديسمال، والكلمة الثانية ديسمال فراكشن، والكلمة الثالثة هي كلمة فراكشن نفسها. اولا ديسمال معناه عدد عشري، يعني يكتب على صورة 0.2 او 1.2 او 3.22 او 1.7756، دي كلها بنسميها ديسمال نمبرز او اعداد كسري سوري عشري. خلاص يبقى ده بيمثل عدد عشري او عدد ايه او عدد مكتوب على صورة بوينتس او فاصل. انما ديسمال فراكشن هي اعداد يمكن وضعها على صورة بسط ومقام، بشرط ان المقام بتاعنا يكون اما 10 او 100 او 1000 وهكذا. خلاص يبقى اذا الصور العشرية عندنا هي عبارة عن بوينتس، الصور الكسرية اللي على صورة ديسمال فراكشن اللي هو الصورة دي هي عبارة عن كسور يمكن وضعها على صورة بسط ومقام، بشرط ان المقام بتاعنا اما 10 او 100 او كم او 1000 او 10000 وهكذا. انما صور الفراكشن بتاعتنا يمكن وضع الكسر 3 2 هنا 5 على 4 هنا 1.5، كل دي بتمثل بالنسبة لنا فراكشنز. دي يبقى ده الفروق بين الثلاث حالات بتاعتنا. الاسئلة الثلاثة اللي جايين هي كيفية التحويل بين صورة الديسمال الى ديسمال فراكشن والفراكشن لديسمال وما الى ذلك. يبقى ده الصور الثلاثة اللي موجودين عندنا. بس قبل ما اروح للاسئلة، لو انا سألت سؤال كده سريع اتفضلي. فراكشن بروحها شنو؟ كسر، كسر عادي خالص، يعني الفراكشن هو الكسر اللي هو نص ربع 3 على 4 5 على 2 كل دي اسمها كسور. انا عرفت ان فراكشن كسر والديسمال عشري. اللي ديسمال فراكشن شنو؟ ديسمال فراكشن هو عباره عن كسر بشرط ان المقام بتاعه 10 او 100 او 1000 او ما الى ذلك، يعني مبالغه شرط ايه بالظبط. كسر المقام 10 او 100 او 1000 او 10000 او 100000 او مليون وهكذا. خلاص السؤال بقى اللي انا عايز اساله الناس، هل نص بيساوي 5 من 10؟ ده صح ولا غلط؟ يعني هل نص هي نفسها 5 من 10؟ ده صح ولا غلط؟ صح صح. طيب بدام قلت صح بقى، مين اللي معايا الاول اللي بيتكلم؟ مشعل. طب واثبت لي يا مشعل بقى ان كلامك صح. هي النص يساوي نص، هذا بعد نص. انا اقول لك شلون، انا اقول لك نقسم الخمسة بالعشرة على عشرة طلع لنا نص نفسه. احسن. لو انا جيت انطقها كده، النص هل بتساوي خمسة من عشرة ولا لا؟ قال لي اه صحيح. طب انت عرفت منين حضرتك؟ قال لي تعالى كده نجرب، هي خمسة من عشرة تكتب على الصورة الكسرية خمسة على كم؟ على عشرة. طيب how to convert واحد على اتنين، ازاي حولت النص لخمسة على عشرة؟ قال لي ضربت البسط والمقام في خمسة، ايه ضربت هنا في خمسة وضربت هنا في خمسة، خمسة في واحد تعطينا خمسة، خمسة في اتنين تعطينا كم؟ تعطينا عشرة. يبقى عشان احول السؤال بشكل سريع وبشكل مباشر هكتب مباشرة كده نص بالآلة الحاسبة واحد على اتنين تساوي، في عندي زر اس دي لوحده لو ضغطت عليها هيحولها لي للصورة العشرية مباشرة. قال لي بس احنا برضو في الامتحان مش عايز اخد طريق ملتوي وانا مش فاهم الاول الموضوع يعني. قال لي خلاص ادي يا سيدي النص انت كتبتها لنا وطلعتها بالآلة الحاسبة كم؟ خمسة من عشر. تكتب ازاي بقى حضرتك؟ قال لي مبدئيا هنا رقم واحد بعد الفاصلة يبقى هحط عشرة في المقام والرقم نسجله فوق خمسة. طيب how to convert ازاي حولت الاثنين لعشرة اللي ضربتها في كم؟ في خمسة. طب عرفت ازاي؟ قسمت عشرة تقسيم اثنين تعطينا خمسة، يبقى اضرب هنا في خمسة واضرب هنا في كم؟ في خمسة. طيب تأكدا للموضوع
لو جيت اجرب كده 3 على 4 تساوي كم؟ حد عارف كده 3 على 4 في الصورة العشرية بتاعتها تعطينا كم؟ 75 بالعشرة 7.5 هي هذه المهم 3/4 بوينت 75 الله ينخليها بوينت وخلاص، هي عبارة عن 0.75 مظبوط كده؟ اللي هي بنسميها 75 من 100 مش من 10، لأن من 100 معناها إن في رقمين بعد الفصل. عدد إيه صح أوكي سوري. خلاص طب تعالى كده نجرب، لو جيت كتبنا كده آدي 3 كسر الأربعة بالآلة الحاسبة وضغطت على زر الإس دي برضه هيطلع لي الناتج كام؟ 75 من 100. يبقى إذن أنا قدرت أوصل للناتج بشكل مباشر بالآلة الحاسبة، بس أنا كل اللي محتاجه منك حضرتك إن أنت تكتب لي خطوة الحل. قال لي خلاص ولا تزعل نفسك أبدا، 75 من 100 تكتب 75 على 100 لأن في رقمين بعد الفاصلة، يبقى يكتب صفرين فين؟ في المقام. طب هاو تو كونفيرت 3 على 4، إزاي تحول ال 3 على 4 إلى 75 على 100؟ قال لي أول حاجة بالآلة الحاسبة بتاعتك الكريمة هتقول له والله قسم لنا ال 100 تقسيم كام؟ ال 4. آدي 100 تقسيم ال 4 هتساوي 25، يبقى هنضرب هنا في 25 وهضرب البسط في كام؟ في 25. يبقى خطوات الحل كده سريعه وبالآلة الحاسبه انجزت المهمه بتاعتي بشكل مباشر. طيب اللي لسه ما وضحتش ايه الموضوع خالص، تعالى كده ناكد الموضوع من خلال الاكسرسايز اللي عليه الدور اللي هو الاكسرسايز رقم 11. يعني الاكسرسايز رقم 11 بيقول لي كده كونفيرت او حول صوره 5 على 8 از ديسيمال نمبر او ديسيمال، يعني حول الشكل اللي قدام حضرتك ده لشكل او صوره عشريه فقط. طيب حد يفكرنا كده احنا كنا بنعمل ايه؟ قال لي اول حاجه حضرتك انت قلت لنا اكتب الاله الحاسبه 5 على 8 وحولها بالاس دي. قال لي خلاص ادي يا سيدي 5 على 8 سوري 5 على 8 تساوي بالاس دي هتعطينا كام؟ 0.625. يبقى اذا 5 over 8 equal وهنا 0.625. طيب خطوه الحل بقى فين؟ قال لي خطوه الحل اهي اللي جاي. انا عندي هنا كام رقم بعد الفصله؟ قال لي في عندي 3 ارقام بعد الفصله. طب 3 ارقام بعد الفصله يبقى عندي كام صفر في المقام؟ قال لي يبقى عندي حضرتك 3 اصفار، يبقى عندي 1000 وعندي في البسط 625. يبقى الرقم بتاعنا يكتب 625 على كام؟ على 1000. طب برضو لحد هنا ممكن بعض الدكاتره تمشي لي الموضوع، يعني في بعض الدكاتره في الامتحان صراحه بتبقى متساهله شويه مع الناس. يعني الحين شلون حطينا 5 ضرب 6؟ تاني كده تاني معلش مش سامع. الخطوه اللي هذه الخطوه اللي 25 و625 هذه شنو؟ بص على 1000. انا هنا الرقم ده اقراه لي كده. 0.625. طيب احنا كنا بننطقها زمان وانا صغير كده، كان المدرس يجبرنا ان احنا ننطقها بالصوره الرقميه بتاعتها. يعني ايه؟ يعني قول لي 625 من 1000، ما تقوليش 0. كذا، لا انطقها لي عشان تعرف تكتبها. فانا بنطقها 625 من 1000، عشان كده بكتبها 625 على. ليش من 1000؟ ليش مو من 100؟ ولا لا الاصفار على 3 اصفار. اوكي عشان كل خانه تكتبها بالظبط. يعني انا لو كتبت كده 0.2 سوري 0.2 هتبقى 2 من 10، 0.02 يبقى 2 من 100، 0.0002 يبقى 2 من 1000 وهكذا. خلاص يبقى حسب الرقم اللي عندي بعد الفصله يكتب ينطق حسب ما يكتب. يعني هنا رقم واحد يبقى من 10، رقمين يبقى من 100، ثلاث ارقام يبقى من كام؟ من 1000. هنا عندي ثلاث ارقام بعد الفصله يبقى من كام؟ من 1000. تمام؟ ايه اوكي تمام. طيب كتبناها 625 على 1000 عشان اسهل على نفس الموضوع واسهل عليكي. انا عندي 3 ارقام بعد الفصله يبقى 3 اصفار في المقام، 4 ارقام بعد الفصله يبقى 4 اصفار في المقام، رقمين بعد الفصله يبقى رقمين فين؟ بالمقام وخلصت. طيب هاو تو كونفيرت، ازاي حولت حضرتك بقى؟ هل ده سحر حولت ال 8 بقت 1000؟ قال لي لا آلة حاسبه برضه، قسم 1000 تقسيم 8 تساوي كام؟ 125 ضرب على 125. الله ينور على حضرتك، يبقى هنا اضرب في البسط والمقام في كام؟ في 125. يبقى كانت فول مارك فين؟ في السؤال بتاع حضرتك. يبقى اذا السؤال بتاعنا هاو تو كون، خلي بالي كل الاسئله في الجزء الاول في الامتحان زي بعضها اساسا، الفراكشن كله زي بعضه، الديسمال، كل الاسئله كلها زي بعضها. الفكره في الامتحان ان انا ازاي اقدر اميز السؤال ده بيتحل بالكيفيه دي او بيتحل بالكيفيه دي. منين بقى؟
من الكيوردز اللي احنا كتبناها اللي هي كلمة decimal او كلمة decimal fraction او كلمة improver او mixed او نعمل subtract جمع او طرح او ما الى ذلك حسب الاسئلة اللي موجودة في الامتحان بتاعك. من وين 125 ضرب 8 ضرب 5؟ قسمت، مش انا قلت دلوقتي ازاي حولت ال 8 الى 1000؟ قلت قسم 1000 على 8 تعطينا 125. 1000 تقسيم 8 بالظبط. طب تعالي كده، تعالي ما تروحيش، خليكي حلي معايا السؤال رقم 12 كده. ادي 7 و3 على 5. عايز احوله، ازاي احول الكسر اللي قدامنا؟ اول شيء احط بالآلة الحاسبة. لا، اول حاجه الكسر ده صوره ميكسد عشان احوله. لا لازم اخليه، لازم اخلي 5 ضرب 7 زائد 3. الله ينور عليك، ممتاز. تعطينا كم مباشره؟ 5 33 او 38 38 على 5. فيري جود. يبقى هنا 38 على كام؟ على 5. يبقى في الآلة الحاسبة بتاعتي هو ما يقول كده، ادي 38 بتاعتك على 5 بتاعتنا تساوي ويس. طلعت كام حضرتك؟ 35 يساوي 7.6. فيري جود. عندي كام رقم بعد الفاصلة؟ رقم 1. يبقى إذن هحط كام صفر في المقام؟ 10. بالضبط، أحسن. والبسط 76 زي ما هم، يعني أحط تحت 10. ها ال 76 نشيل البوينت، ها نحطه فوق. طبعاً نحط على 10 نكتبها من غير بوينت. أنا حطيت الأرقام في المقام، يبقى إذن شلت البوينت مباشرة. طيب تمام. الحين أضرب العشرة على 5 تقسيم 10 صح؟ العكس، الكبير تقسيم الصغير، مش الصغير تقسيم الكبير. 10 تقسيم 5. 10 تقسيم 5. تعطينا كم؟ يعني اضرب 2 ضرب 5. فيري جود. يبقى اضرب هنا في 2 واضرب هنا كمان في كم؟ في ال 2. يبقى ضربت 2 في 5 تعطينا 10، و2 في 3 38 تعطينا كم؟ تعطينا 76. يبقى ده الناتج النهائي، وخدت فول مارك فين؟ في السؤال بتاعك. تمام؟ 10 تقسيم 5 يساوي 2 هذه اضربها. اوكي شكرا. فيري جود، احسنت، ممتاز. طيب السؤال رقم 13 بقى، اللي هي الفكره اللي بعديه بقى. سؤال سهل جدا وبسيط للغايه، وسؤال بيجي في الامتحان عليه درجه او نص درجه في الامتحان، اللي هو هاو تو كونفرت الديسيمال تو ديسيمال فراكشن. ده عدد ديسيمال عايز احوله الى الديسيمال فراكشن. ازاي بقى حضرتك؟ قال لي تعالى زي ما انت كنت بتقراه دلوقتي، الرقم بتاعنا 12.3 يكتب كم؟ 123 على 10. لا، قبل ما اكتب هكتبها بالصوره العشريه العاديه اللي هي 12 و3 على 10. شلون طلعت كذي؟ انا عندي دلوقتي الرقم ده يقرا 12 و3 من 10، يبقى يكتب 12 و3 على 10، صح ولا غلط؟ بعدين نضرب ال 12 بال 10 زائد 3. فيري جود. 123 على 10 زائد الثلاثة تعطينا 1 2 3 اوفر كام؟ اوفر 10. تمام، اوفر 10. 12 الحين نقسم كم تعطينا؟ 1 2 3 اوفر كام؟ اوفر 10. يبقى انا حولت السؤال بتاعي بشكل مباشر وبشكل سريع جدا. دكتور السؤال... تعطينا مسألة ثانية بصغير الارقام هذه، يعني حطها بصورة مثلا بالمئة مو بالعشرة. لحظة استنى، أنا عشان الخطوات بس. هي الحين أنا محطين ضربنا 12 ضرب 10 زائد 23 زائد 23، أحطها على طول ولا لا؟ لازم شلون حطينا 20 زائد 3؟ يعني لازم أكتب الخطوة هذه قصدك؟ الخطوات كلها تكتب، أي خطوة أنا بكتبها في السؤال لازم تكتب في الامتحان، يعني أي خطوة تكتب لازم أكتبها في الامتحان، ده كله درجات، يعني هو في الامتحان الأكثر حاجة بتضايق الدكتور إن هو أصلاً الامتحان عبارة عن أعشار، يعني مثلاً السؤال ده عليه 6 من 10 مثلاً. تلاقي الخطوه الاولى عليها 2 من 10 واللي بعدها 2 من 10 واللي بعدها 2 من 10، فتلاقي منقصك 2 من 10 0.15.13. هتلاقي الموضوع مستفز شويه بالنسبه لي، بس هو لازم يوزع الدرجات زي ما هي جايه له بالظبط، فكل خطوه بنكتبها بنحط عليها درجه. ايوه دكتور لو سمحت ممكن تعيد اخر مساله بس لو معك امر؟ اعيدها تاني وناخد مثال اخر، ايه المشكله ناخد مثال تاني ولا نزعلك. تسلم. يقول لي لحضرتك كده convert وليكن 17.33 to decimal fraction.
17.33 على 100. الله ينور عليك. يبقى إذا 17.33 equal 17.33 over كم over 100. الصورة اللي قدامنا صورة الله ينور عليك. قلنا كل شغلنا لازم إمبروبر. هل المقام بتاعي زي ما هو 17 ضرب 100 تعطينا 1700 plus كم 33 هتعطينا 1733 over كم over ال 100. يبقى إذا الناتج بتاعي النهائي عبارة عن 17.33 هي نفسها 17733 over كم over 100. عايز تتأكد من حلولك 17.33 equal هتلاقي الناتج طلع على صورة الميكسد فراكشن سوري على صورة امبروبر فراكشن هو 1733 على كم على المية. خلاص يبقى ده الصورة الأولى أو التحويل الأول أو الشكل الأول من أشكال الإيه من أشكال التحويل اللي موجودة عندي. نروح للفكرة اللي بعديها بقى عشان ما نطولش عليكم أكتر من اللازم اللي هو فكرة البرسنتيجز أو النسب المئوية. قبل ما أروح برضو للجزئية دي أنا قبل ما أروح للجزئية اللي هناك دي أنا عايز حضرتك تكتب في الهامش كده 0. أو الأول 3% هل هي نفسها 3% بتساوي 3/100 بتساوي 3/100 بتساوي 3/1/100 بتساوي 0.03. حد عنده مشكلة او مش مقتنع ان الاعداد دي كلها متساوية بس في صور مختلفة؟ كل الاعداد اللي قدام حضراتكم دي كلها متساوية. مرة مكتوب العدد بتاعنا على صورة نسبة مئوية ومرة مكتوب العدد بتاعنا على صورة كسر ديسمال ومرة عملية تقسيم ومرة عملية ضرب ومرة صورة ديسمال عادية. يبقى اذا دي كلها صور مختلفة لشكل مين؟ لشكل البرسنتيجز او النسب المئوية وكيفية تحويلها اما لصور كسرية او لقسمة او لعملية ضرب او لعملية ايه ديسمال. طب تعالى نقرأ سؤالنا عشان بس نعرف ايه معنى السؤال. كاتب لحضرتك كده في السؤال بتاعنا convert حول هذول نفس القيمة لكن اختلاف الصور. الله ينعيك. نفس القيم بس مع اختلاف الصور او الفورمز اللي موجود عليها سواء ديسمال او سواء برسنتيجز او سواء ديفيجن او سواء ملتيبليكيشن او سواء ديسمال فراكشن حسب ليه حسب احتياجي في السؤال. تعالي نشوف احتياجنا في السؤال ايه اساسا عشان بناء عليه نستخدم احدى الصور اللي موجوده قدامنا دلوقتي. هو كاتب لحضرتك في السؤال كده 3.2/5% 3.2/5% to a reduced fraction. يعني ايه كلمه reduced fraction؟ ابسط صوره. الله ينور على حضرتك. في ناس كانت حاضره ومذاكره. يبقى هنا ابسط صوره. reduced يعني كسر في ابسط صوره وعايزين نوصله بالشكل الايه بالشكل بتاعنا السريع اللي احنا معتمدين عليه. طبعا الكلام ده ممكن احله بالآلة الحاسبة بس طبعا في الامتحان لازم اكتب خطوات. فادي الكسر بتاعنا 3.2/5% قلنا شكل الميكسد لازم خطوه اساسيه في الامتحان احوله لشكل الامبروبر. 3×5+2 تعطينا كم مباشره؟ 17/5 الله ينور. 15/10 صباح النور. 3×5=15 تعطينا 17 على كم على 5. ما نحط الخطوه يعني ما نحط نفس المساعة؟ ما لسه انا الاول هحول الميكسد لامبروبر الاول ده الخطوه الاولى بالنسبه لي على طول يعني غادي ما بدون شيء. الخطوه اللي جايه اهو نرجع تاني اللي انا كنت كاتبه من شويه الملحوظات الثلاثه. مش ممكن احول عمليه النسبه المئويه اللي قدامنا الى عمليه ضرب اللي هو طبعا ممكن تحولها لعملية ضرب والنسبة المئوية اللي قدامك تخليها 1/100 أو كسر 1/100. يعني ممكن كده أعدل شكل السؤال بتاعي بدل ما هو 17/5% هخليه نضربها على 1/100. 1/100 ممتازة جدا. يبقى إذا الجواب كان 17/100 هذا هو الجواب خلاص؟ لسه 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 17/5% حولت عملية النسبة المئوية اللي قدامنا حولتها لضرب 1/100 اللي هي دي. يعني أي عملية نسبة مئوية موجودة قدام حضرتك كنسليها خالص شيليها وحطي مكانها ضرب كم
ضرب 1 على 100. بقت عملية ضرب وكسور عادية خالص، هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، يبقى 17 ضرب 1 تعطينا 17، و5 ضرب 100 تعطينا كم؟ تعطينا 500. طب هل الكلام ده بأبسط صورة ولا لا؟ يا سيدي ولا تزعل نفسك، ادي 17 كسر 100 100 هتعطينا سوري كسر 500 هتعطينا نفس الكسر. طب عايز تتأكد من حلولك يا أحمد، قول له كده شفت والكسر اكتب 3 وسهم 2 وهنا كم 5، اطلع بره خالص. ازاي اكتب علامة النسبة المئوية اساسا عندي؟ هلاقي في رمز القوس هنا اهو، رمز القوس موجود في ايه نسبة مئوية، فكل اللي هتعمله شفت وبعدين رمز القوس يساوي، هيطلع الناتج مباشرة اللي هو كم اوريدي قدامنا 17 على ال 500. خلاص يبقى اذا حولت الصوره بتاعتك من صوره نجرب معاك نسويها ابسط صوره بال نحط 3 رقم صحيح 3 اول لا لا الاول شيفت وكسر يصير شلون شيفت ايش لها عشان تطلع رقم صحيح؟ انا ما اعرف اكتب رقم صحيح. ما انا بقول لك اهو اعملي بالاله الحاسبه شيفت ومعاها رمز الكسر يطلع لي بس 2 بدون رقم صحيح. اضغطي شفت الاول، اضغطي شفت الاول. ايوه انا شفت، ايوه انت شفت. شفت اول زر على الشمال فوق، اول زر على اليسار فوق. اوكي صوب مغرط لين سيده الدوار الثاني يسار. 3 وهنا كم؟ وهنا 2 على الخمسه. وهنا أوكي. النسبه المئويه خلاص؟ 5. اوكي بعدين شنو؟ شفته مره ثانيه والقوس. ايوه في 2 اقواس. القوس اللي فوقيه نسبة، في قوس فيهم فوقيه نسبة أساسا. قوس ما فيه، هذا بس قوس ما فيه فوقيه نسبة. القوس اليسار شفت مع القوس اللي على اليسار. إيه أوكي بس ما فيه نسبة، بس هو بيفتح قوس اللي على اليمين. أنت معاكي الآلة الحاسبة الجديدة خالص أحدث آلة ولا الآلة زي اللي موجودة قدامك على الشاشة؟ قلتي يوم كنت بدرس لقيتها قبل 15 سنة. لا ما دي بقى انا ما اعرفش صراحه يعني. عموما هتلاقي عندك النسبه المئويه، لو ما كانش خلاص يبقى اذا اكتبي الكسر زي ما انا كاتبه كده يساوي وقسمي تقسيم 100 بس عشان سهل عليك. هذه مش هي تمام؟ يعني لو فرضا مش موجود عندك علامه النسبه المئويه اكتبي الكسر زي ما انا كتبته دلوقتي اللي هو عباره عن 3 وهنا 2 على 5 اهو، واكتبي يساوي وقسميه على 100 وخلاص. دكتور على 750 اتفضل. بالنسبه للكسور انا ما اقدر احط 3 وافتح الكسر جنب على طول بس اللي بسطه مقام واكتب الرقم. غلط غلط. يعتبر نفس الشيء بالصوره. لا 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 نفس الشيء كشكل بس هو هنا معناه ضرب، معناه انت ضارب 3 ضرب 2 على 5 مش 3 و2 على 5 كده ضاربها. تمام طيب عرفت لقيت اللي لمية، لمية مكتوبة مو كزر موجودة علامة أنا أسف يا ميخا. خلاص مو وصلنا يعني وصلنا الكبر شين يلا هذا لقيته. لا لا يعطيك الصحة يعني. طيب السؤال رقم 15 بقى هسيبه لكم تتدربوا عليه في البيت كده عشان ندخل على فكرة تانية ونلحق نخلص الكمية لنا. بس أنا هون ما فهمت ليش واحد على 100. طيب احنا اساسا من شويه لما كنت حضرتك سرحانه معانا انا قلت الصور اللي قدامنا دي حضرتك صور تحويل النسب المئويه بتاعتنا. الصوره الاولى 3 على 100 3% يمكن وضعها على صوره 3 على 100 او 3 تقسيم 100 او 3 ضرب 1 على 100 او 3 من 100، يعني دي كلها صور متكافئه او متساويه. فكل هعمله حضرتك دلوقتي شلت علامه النسبه المئويه ورحت حطيت مكانها ضرب 1 على 100. فده اللي حصل دلوقتي هناك في السؤال. اللي حصل في السؤال بتاعنا رحت شلت علامة النسبة المئوية اللي موجودة هنا اهي العلامة دي شلتها وحطيت مكانها ضرب واحد على كم على 100 عشان اقدر احولها لصورة كسر في ابسط ايه في ابسط صورة، لان هو مش عايز نسبة اساسا ده هو عايز كسر، فعشان كده انا مجبر اشيل النسبة خالص واحط مكانها الصورة الايه الصورة الكسرية بتاعتي. تمام اوكي. طيب بالنسبة للسؤال بقى اللي بعديه اللي هو سؤال رقم 15 أتمنى أنتوا تحاولوا تبصوا عليه في البيت كده وتشوفوه، هو نفس الفكرة بالظبط مش في أي اختلاف إطلاقا.
ونروح بقى الفكرة اللي بعديها اللي هي فكرة الراوندينج. يعني ايه راوند اساسا ويعني ايه تقريب؟ تقريب معناه العدد بتاعنا يمكن وضعه في صورة مبسطة على اكتر من شكل مختلف بس بشروط. مبدئيا احنا عندنا انواع مختلفة للراوند. انا هبدأ بالراوند 200s و2000s وكمان 2000s. قبل ما اروح خالص للافكار الثلاثة اللي انا كتبتهم او اللي موجودين قدامنا في الورق، انا هاخد رقم كبير اهو 3.1294، هاخد مرة الرقم ده اعمل له راوند 2000s اقرب لاقرب رقم من 10، 200s اقرب رقمين من 100، وهنا 2000s او لاقرب 3 ارقام من كم من 1000. يبقى هنا رقمين وهنا رقم. اولا عندنا الاعداد اللي بتقرب، هي تقرب يعني استاذ لو سمحت تفضل. رقم 13 ما حليناه قبل شوي، الصفحه اللي قبلها. والله انا قلت بقى انتوا تاخدوا هوم ورك بقى، ما هو نفس السؤال بالظبط ولا انت؟ لا مو 15، 13. ايوه لا 13 حليناه، ده حليناه مش 12.3. اوكي سوري. اوكي تمام. يبقى هنا في السؤال بتاعي الارقام اللي بتقرب او بتزيد عندنا هي 5 6 7 8 9. الارقام دي بتعمل عمليه راوند او بتعمل عمليه تقريب، بتزود. انما 0 1 و2 و3 و4 دي اعداد لا تقرب. طيب اقرب رقم من 10 بنكتبها 10، يبقى هعد رقم واحد بعد الفصل. طيب هقارن الرقم اللي بعد الواحد كم؟ قال لي اللي بعد الواحد 2. هل الاثنين تزيد الواحد ولا ما تزيدوش؟ قال لي لا ما تزيدوش. طب اشمعنى؟ لان الاثنين من الاعداد اللي لا تقرب. يبقى نكتب العدد مره اخرى بصوره التقريب بتاعتنا 0.1 فقط بس. كل ده يكنسل؟ قال لي اه كل ده يكنسل. طيب مره تانية لو انا عايز اعمل راوند 200s، قال لي 100s، يبقى اذا هنعد رقمين بعد الفصل. انا كاتب اهو، يبقى 1 2، يبقى نروح عند الرقم ده. طب هل الرقم اللي بعديه ممكن يزوده ولا لا؟ قال لي 9 من ضمن الارقام اللي بتزود، يبقى 9 تضيف للاثنين كم؟ 1، تصير 3.13. زين دكتور عندي سؤال. تفضل. حط رقم ثاني يم الرقم هذا مثلا 3.149. مش فاهم قصدك. الو مش فاهم قصدك ايه اساسا؟ يعني حط هنا رقم مثلا 3.149 غير الرقم اللي انا كاتبه يعني اساسا. اي 3.149 معنى الهدفين. التسعة اذا زودت الاربعة بتصير خمسة، الخمسة ممكن تزود الواحد اذا كانوا يبون عشري. لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا طبعا، انت كده رحت بعيد قوي. انت رحت لا لا مرة. كل شغلك راح يكون على العدد اللي ورا اللي تبي تقرب بس. انت كده رحت امغره صحيح على راي واحد صاحبنا. حتى لو كانت رقم 9 ما تقرب. لا لا خلاص، يعني هنا دلوقتي اهو انا جيت وصلت لحد 1 و2 ووقفت عند الاثنين. ماليش دعوه بالواحد اصلا ولا ليا دعوه بالاربعه اساسا، ليا دعوه الاثنين دول مع بعض بس وخلاص. الاثنين بعدها 9 تقرب الاثنين؟ قال لي اه طبعا، لان الاعداد اللي بتقرب يبقى تزيد تبقى 3 بس، شكرا. اكتر من كده يبقى انت بتلف حوالين الموضوع وهتطلع غلط في الاخر يعني. تمام. طيب انا عايز اعمل راوند 2000s، يبقى اذا هنقرب لكم رقم؟ لثلاث ارقام بعد الفاصله. اللي خلاص ادي ثلاث ارقام بعد الفاصله اهو، ادي 1 2 3. يبقى وقفنا عند الكم؟ وقفنا عند 9. هل الاربعه بتقرب التسعه ولا تقربها؟ قال لي الاربعه من الاعداد اللي لا تقرب. يكتب 3.129 بس. احسنتي، ممتاز. يبقى اذا 3.129 بس فقط، ده ابسط صوره بالنسبه للشكل بتاعنا في حاله الراوند بتاعتي اللي هي ايه 2000s بالاشكال الايه، بالاشكال الثلاثه. طيب في عندنا صوره ثانيه للراوند، اما راوند $2
أو 2 سنت. 2 دولار يبقى هكتب كده بالعربي اهو لأقرب رقم قبل الفصل. لما كنت رقمين بعد الفصل. طيب تعال ناخد اكسرسايز بسيط اهو. لو خدت وليكن 14.925 دولار، عايز اعمل راوند 2 دولار، يبقى اذا اقرب رقم بعد قبل الفصله. قال لي خلاص يبقى هنقف فين؟ هنقف عند الاربعه. هل التسعة تقارب الأربعة ولا تقاربها؟ اللي تقاربها، يبقى إذا هتعطينا 15 دولار. شكرا. بالباقي ده كله كام؟ بفتح الصوت بس معانا. أنا سؤال شوي مخالف. أجين داني معلش. نسأل إيه؟ أوكي ما شفت الرقم حاطينه. أنا قلت عن في ال. في عندي رقمين. السنت رقمين بعد الفاصلة. بالضبط. دولار رقم واحد قبل الفاصل. خلاص. طيب التسعة تقارب الأربعة ولا تقارب واحد؟ ليه ما شفناش رقم واحد بس بتقرب أربعة أو لا؟ واحد تقرب أربعة جنب الأربعة. يعني ليه جيت بعد الفصلة بتسعة؟ ليه ما قلتش على واحد رقم واحد؟ ما هو احنا بنقرب بالرقم اللي بعديه مش الرقم اللي قبليه. يعني أنا كل الأرقام لو بصيت الأسئلة اللي فوق كده هتلاقي دايما الرقم تسعة اللي بعديه بيزيد ولا لا، مش اللي قبليه بيزيد ولا لا. أوكي بعده مش اللي قبله. تمام. طيب هنا السؤال السنت، قال لي في السنت برضو حضرتك اهو، تعال نشوف كده. احنا قلنا في السنت رقمين بعد الفصل، يبقى نقف عند الكم؟ عند الاثنين. قال الخمسة تقارب الاثنين ولا تقربها؟ اللي تقربها برضو، يبقى تعطينا كده 14.93 دولار. واي رقم عندنا او اي مقدار في تمييز لازم اكتب التمييز، في كيلومتر اكتب كيلومتر، في دولار في سنت في كذا، اكتب دايما التمييزات لان عليها ربع درجه في السؤال. يعني ممكن حاجات تافهه زي كده تلاقيها ناقصه الناس 3 4 درجات في الامتحان. خلاص تعالوا كده نشوف الاكسرسايز اللي انا كاتبها اساسا في الورق. اول اكسرسايز عند حضرتك هنا بيقول لي راوند تو نيرست دولار، يعني راوند تو نيرست دولار ثم تو نيرست سنت ثم تو نيرست هاندردز ثم تو نيرست ثاوزندز. مبدئيا الحاله الاولى فيهم الدولار قلنا رقم واحد بعد قبل الفصل. قبل الفصل. هل التلاتة تقرب الستة ولا تقربها؟ لا تقربها، يبقى الناتج النهائي 166 دولار only بس. كنسل التسعة وتلاتين. تو نير السنت اللي رقمين بعد الفصل واحد اتنين، يبقى نقف عند التمانية. هل الخمسة تقرب التمانية ولا تقربها؟ اللي تقربها لأن من الأرقام اللي بتقرب، يبقى تعطينا كم؟ 89 والخمسة كنسل وهنا 39 كنسل. طب تو نيرست هاندردز، قال لي تو نيرست هاندردز، يبقى اذا هنشوف رقمين بعد الفاصله. هل الثلاثه تقرب السته؟ قال لي لا تقربها، يبقى كنسل الثلاثه ويظل الرقم زي ما هو. طب تو نيرست ثاوزندز، اللي كم رقم ثلاث ارقام بعد الفاصله؟ عد 1 2 3 او عند الثمانيه. هل الواحد تقرب الثمانيه؟ قال لي لا تقربها، يبقى كنسل الواحد ويظل الرقم زي ايه؟ زي ما هو. تمام. هسيب لكم الارقام اللي موجوده تحت اللي هي 1 2 3 4 حتى او 5. شلون قرأت السؤال؟ أنا ما فاهم شنو المطلوب. يعني هو يكتب لي السنت. تعالي طيب السؤال الأول ده سؤال امتحان أساسا. راوند 102.476 من 1000 دولار. راوند 2 نيرست دولار. طيب هنا هقرب الرقم إزاي؟ اللي هقف عند الرقم اللي قبل الفصلة مباشرة. إذا قال لي دولار أروح الرقمين اللي قبل الفصلة. الرقم اللي قبل الفصل، مش رقمين، الرقم اللي قبل الفصل مباشرة. رقم واحد قبل الفصل. أيوة. اثنين متقرب. هل الأربعة تقارب الاثنين؟ لا. أستاذ ليش كم؟ لا. الأربعة، ليش تأخذنا بالأربعة؟ عشان بشوف الرقم اللي بعد العدد، يعني لو وقفت عند الخمسة، أشوف الرقم اللي بعد الخمسة، عند الاثنين، أشوف الرقم اللي بعد الاثنين، وهكذا. يعني هنا عايز أشوف الاثنين تقرب ولا لا تقرب. هقارن الرقم اللي بعديها، الرقم اللي بعديها 4 لا يقرب، يبقى الرقم بتاعنا يكتب كده 102 دولار. اوكي. طب تحت تاني اهو. راوند الأربعة ما تتقرب، انا عرفت التقريب بس انا عرفت شو الرقم اللي اقرب هني المشكلة، يعني شو اللي مطلوب؟ أربعة ما يصير 100. الرقم اللي انا بقف عنده هو اللي بيقرب بس. يعني انا شلون اعرف المطلوب هذا؟ طيب تعالي حضرتك تاني اهو، هنا تو نير سنت، انت قولي لي بقى هنقف فين؟ تو نير سنت يعني
يعني اللي عقب الفاصلة أي واحد الحين؟ كم رقم بعد الفاصلة؟ رقم ولا رقم؟ هو يبين نقرب رقم اثنين صح؟ الله ينور عليك. يبقى إذن بقلم الرصاص كده وقفت عند الاثنين ولا بعيد؟ وقفت عند الاثنين. الرقم اللي بعد الاثنين يتقرب ولا لا؟ خمسة يتقرب. خمسة من ضمن الأرقام، خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة من ضمن الأرقام. بتير ثلاثة، الاثنين ثلاثة صح؟ شكرا جزيلا لحضرتك، أحسنت. يبقى إذن كل اللي هنعمله دلوقتي هنقول والله تعالى تفضل اشرب شاي معانا ولا حاجة، وهنا الرقم بتاعي بقى 256.93 دولار، وشكرا جزيلا. ايه هو المشكلة شو من السؤال، هو الحل سهل بسيط يعني صراحة، بس انه شنو اللي هو يبيه تقربه هني خاف تخربط. كاتب الخمسة، انا كاتب الحالات هو كلها، انا كاتب الحالات كلها وحلولها وكمان ايه انا حاطط انه مطلوب لما يكتبونه شنو يعني يبي الرقم. ما ان شاء الله ما هي كاتبت كلها فاهمة، انا فاهم شرحك استاذ كله، بس انا قصدي على الاسئلة. اكتبي في نفسك دلوقتي اساسا وانت شغاله معايا، اكتبي تنس معناها كذا، رقم واحد بعد الفاصله، هندردز معناها رقمين بعد الفاصله، ثاوزندز يبقى ثلاث ارقام بعد الفاصله، لو قال لحضرتك دولار يبقى رقم قبل الفاصله، لو قال لحضرتك تو سنت يبقى رقمين بعد الايه؟ بعد الفاصله. الحين مثلا هذا شلون عرفت اول سؤال بالمثال ماله؟ راوند تو نيرست دولار. يعني هو مو كاتب لي لا 1000 ولا 100 ولا شيء، شلون عرفت؟ الدولار دائما، الدولار دائما نروح للرقم اللي قبل الفاصله. مش انا كاتب اهو ملحوظه يا استاذه، كاتب لك كده في الدولار، دولار اهو اللي انا بحددها دلوقتي قدامك اهو، رقم قبل الفاصله، الاقرب رقم قبل الفاصله صح. يبقى اذا هاجي هنا عند الورق بتاعي واقول له والله اقرب رقم قبل الفاصله عند حضرتك مين؟ الرقم اللي قبل الفاصله مباشره اللي هو ده اللي هو الاثنين، وقفت عند الاثنين بس. هل الأربعة تقارب الاثنين ولا تقاربها؟ لا والله الأربعة من المساكين اللي ما بيقربوش. يبقى إذا مع السلامة يا أربعة، ومع السلامة يا سبعة وستة، ويتفضل عندنا كم؟ 102 فقط لا غير. تمام؟ أوكي إن شاء الله. طيب نروح بقى للدرس أو الجزئية الأكثر دسامة لبعض الناس، مش لكل الناس يعني، هو حاجة بسيطة جدا يعني، اللي هي solve the equation أو حل المعادلة. solve الإيكويشن أو حل الإيه؟ حل المعادلة. يعني أستاذ نحل إحنا ثلاثة وأربعة خمسة homework. آه طبعاً بقى يعني الحاجات كلها ريبيت بقى، يعني مش عايزين عشان حتى الفيديو ما يبقاش طويل على الناس. أنا بحلهم ولا مش عايزين ما حد تشوف حلي ما يخالف. لا 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 solve الإيكويشن. عايز حد يقول يعني ايه كلمة اصلا حل معادلة؟ يعني ايه حل معادلة اساسا؟ يعني حل معادلة ده انت بترجم لي يعني ولا ايه؟ حل المعادلة يعني انا اقول لك ما طبعا قيمة المعادلة. ايوه عليك نور. ايه يعني كده؟ نطلع قيمة المجهول ولا ألفنا من عندنا؟ لا صح، قلت كلام صحيح جدا كمان، بس تمام. solve the equation يعني في عندك مجهول، يعني solve the unknown values يعني القيمه اللي غير معلومه عندك. انا اديت ثلاث اكسرسايز كده لنفسي قبل ما اشرح الامثله اللي موجوده هناك اساسا. العمليه الاولى a زائد 4 تساوي 12. الاي بتساوي كام باي لوجيك كده يعني بالمنطق كده من غير ما اعمل عمليات حسابيه؟ a تساوي كام؟ 8. 8 طب ليه؟ وانا عملت ايه؟ قال لي انت فكرت عدد ضعيف عن 4 يعطينا كام؟ صح كده؟ يعني فكرت في عدد نضيفه على الأربعة يعطينا 12. طب هو أنا بقى هقعد في الامتحان أقعد أفكر في كل الأعداد اللي ممكن نجمعها على 66 55 140 97 أيا كان؟ قال لي لا، في عمليات تانية أسهل. دائما في حل المعادلات البسيطة اللي هي زي اللي قدامنا دي، في الخطوة الأولى من الحلول بنعكس العملية الحسابية الموجهة قدامنا. يعني هنا العملية عملية جمع، فهعكسها في الطرف الاخر. هما قالوا والله تعالى اتفضل حضرتك ودي لنا الاربعه بعكس الاشاره، فهقوله كده اذا a نفسها تساوي 12 ناقص الاربعه. يبقى اذا شلت دي من الطرف ده وديته الطرف الاخر بعكس الاشاره، يبقى a تساوي كم مباشره؟ بتساوي 8. طيب تحت
3A تساوي 12، هو 3A ايه العلاقة بين الثلاثة وبين الايه؟ قال العلاقة بينهم ضرب. الضرب. طب انا عايز اكنسل العلاقة دي، قال لي تكنسلها يبقى بالعكس، يبقى اذا هقوم قايل له تعالى اتفضل ادي 3A تساوي 12، قسم الطرفين بتوعنا على كم؟ على 3. طب ليه هتقسم الطرفين على 3؟ قال لي عشان نكنسل الثلاثة مع بعضها ونقول له كده اذا الاي تساوي كم؟ تساوي الأربعة. يبقى اذا يفضل في حل المعادلات البسيطه دي، معادلات بسيطه جدا يعني، دي ابسط صوره للمعادلات اساسا، عكس العمليه الحسابيه. طب تعالى السؤال الاكثر شويه كده يا فوزي، وفوزي قاعد بيتفرج علينا بس. في السؤال اللي قدامنا كده يا فوزي، 3 a زائد 3 تساوي 12، انا عايز احل دي، احلها ازاي؟ قال لي في عندنا الثلاثه الاولى دي لازم اتخلص منها، الثلاثه الاولى دي وبعدين الثلاثه الثانيه. طب هتخلص منها ازاي؟ قال لي بص مبدئيا كده حضرتك هنودي الثلاثه دي الطرف الاخر بعكس الاشاره، يبقى اذا هقول له كده اذا 3 a تساوي 12 ناقص 3. طيب اذا 3 a تساوي 12 زائد ناقص 3 تساوي كام اساسا؟ قال لي تساوي 9. طيب انا محتاج دلوقتي الثلاثه تخلص منها، قال لي العلاقه ضرب، يبقى نعكس العمليه بتاعتها، يبقى هقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3، يبقى اذا a تساوي 9 تقسيم 3 تساوي 3، يبقى ده الحل بتاعنا. طيب ماشي، ناكد المعلومه تاني، لو فاطمه موجوده ترد علينا كده. لو عندي كده 5 a زائد 4 تساوي 3 a ناقص 6، بقى عندي هنا معادله فيها مشكله شويه، لان الطرف ده فيه a والطرف ده فيه a والطرف ده فيه رقم والطرف ده فيه رقم. ننقل الآ للآ والستة للأربعة عكس إشارة. بالظبط، انتوا لو قاعدين رايحين مناسبة فرح كده ولا حاجة، والمناسبة دي ربنا يكثر أفراحكم، فيها ابن عمك قاعد وفيها واحد صاحبك كان قاعد معاك، انت ابن عمك جه هتقعد معاه وصاحبك هيروح يقعد مع ابن عمه، هو نفس الوضع بالظبط. انا عندي هنا الاي والاي دول اخوات يجوا مع بعض، نعيد ترتيبهم كده ونقول والله تعالى اتفضل حطوهم مع بعض، هنا ده رقم وده رقم، قال لي خلاص يروح يقعدوا مع بعض، يبقى نعدل شكل المعادله بتاعتنا بس. هقول له عندي كده 5a minus 3a، مش هنا الثلاثه موجبه؟ قال لي تروح الطرف الاخر بعكس الاشاره، مش احنا قلنا عشان انقل رقم من طرف لطرف بعكس العمليه الحسابيه اللي موجوده، العمليه شرط موجب، يبقى نحولها بالايه؟ بالسالب او العكس صحيح. طيب هنا الطرف الاخر في كام؟ هذا حل المساله رقم واحد صح؟ اتفضلي. هذا حل المساله رقم واحد صح؟ اللي موجوده معاكم في الورق يعني؟ لا انا لسه ما وصلتش الورق، انا بس بحل مثال من عندي وبعد كده هروح نحل الامثله مع بعض يعني، هنحل الامثله هناك. ناقص 4. طيب خلينا نبص على دلوقتي، ناقص 4، يبقى نقلت ده ونقلت ده، اعدت الترتيب بس. يساوي 2a ناقص ماينس 10. الله ينور عليك، 5a ناقص 3a، ادي 5 ايهات شلنا منهم 3، يتفضل 2a تساوي ماينس 10. ما اعرفش، يبقى اروح الآلة الحاسبة، سالب 6 ناقص 4. نقسم 2 سالب 5 على 2 يساوي سالب 10 على 2 يطلع لنا ماينس 5. Very good، أحسنت. يبقى إذا يساوي ماينس 5 يساوي ماينس 5. ممتاز. يبقى إذا ده الحل النهائي بتاعي أو الحل البسيط اللي إحنا قلنا عليه. طيب تعال نشوف بقى المثال بتاعنا عشان ما نطولش عليكم. لازم أحط قبل الـ 6 سالب. آه طبعًا، ما هي سالب أساسًا. هي أساسًا هي أساسًا سالب. لأن لو حول السالب 6 خلينا بالموجب ونجمع مع الأربعة ما يصير؟ طب والخمسة، الخمسة إيه هتروح فين؟ الخمسة نوديها مع 3 إيه؟ تبقى الخمسة هي اللي سالبة برضو، هي نفس الكلام، هي الخمسة إيه هتبقى سالبة، هيبقى سالب، هيبقى 3 ناقص أي أي طرف بالمعادلة يتحرك من مكانه يصير سالب. إيه راح الجهة الثانية ذكرت هنا بالمتوسط. أي طرف بالمعادلة يتحرك من مكانه يصير يعكس إشارة. بالظبط. تعال نشوف كده نحل المثال مع بعض اللي عندنا. المسألة هذه ما فهمناها عدل، بس كمل رد عيدها مرة ثانية الحل مالها. الحين 3 صارت 2. أي واحدة؟
هي نفس الحين ثلاث خمسة A وثلاثة A. أها. أنت مع ثلاث إيهات. شيلنا منهم ثلاث إيهات. يتفضل. طرحنا. طرح. بالضبط. صار اثنين A. بالضبط. بس خلاص طلعت خمسة. شلون المقام؟ شلون ليه؟ أنا ما عرفت هذا الحل، هل ما خطوة هذا شلون؟ أوكي الحين حولنا ورتبنا بعد الترتيب. طيب يا ستي خلينا نمسح خلاص الجزء ده. طيب. رتبنا حطينا الجهة اليمين وحطينا مع بعض الـ A مع بعض. خمسة A ناقص ثلاثة A تعطينا كم؟ خمسة A ناقص ثلاثة A اثنين A. اثنين A خلاص يبقى هنا في اثنين A. طب سالب ستة ناقص أربعة؟ اثنين سالب. تعطينا سالب عشرة حضرتك. سالب عشرة؟ ايه والله صح بالسالب يصير غير. لحظة اسمها زائد؟ اشارات متشابهة يبقى نجمع على طول. هنا سالب وهنا سالب. عشرة اوكي صار سالب. متشابهة جمع. انا محتاج اثنين ايه ولا محتاج ايه بس؟ اثنين ايه بس ابي الاثنين ما بالايه. انا قبل ايه قبل ايه بس ما قبل اثنين الاثنين لا غلط كده دي كارثه انا عايز الايه عايز المجهول مين المجهول عندي على قيمه الايه اوكي بطلع قيمه الايه بالظبط يبقى اذا هقول له الخطوه الاخيره بالنسبه لنا هنتخلص من الاثنين اللي موجوده فهقول له تعالى اتفضل قسم لنا الطرف ده على 2 والطرف ده على 2 ده كنسل لان 2 تقسيم 2 تروح تبقى 1 يتفضل ايه تساوي سالب 10 تقسيم 2 تعطينا كام بالاله الحاسبه قال لي تعطينا سالب كام سالب 5 السالب 10 على 2 احط شلون احط سالب 10 على 2 سالب 10 تقسيم 2 تساوي سالب 5 سالب 10 تقسيم 10 اوكي تمام صار سالب 5 بالضبط خلاص اي شكرا فهمت قضيات الشعب كامل ليه؟ ناسين والله هذا شغل متوسط يعني قبل 25 سنة 30 سنة ناسين شنو متوسط طب يلا السؤال الأول ده سؤال امتحانات أساسا اللي احنا هنحلهم مع بعض دلوقتي عمرك كم 40؟ عمري 40 إن شاء الله طيب خلينا بس في المضمون دلوقتي هنا 5 A زائد 4 وهنا 3 A ناقص 2 أولا عشان أحل السؤال ده لازم نفك الأقواس اللي موجودة قدامنا. خلاص يعني هفك الأقواس هضرب الخمسة في الـ A، خمسة في الأربعة، وهضرب الثلاثة في الـ A، وهضرب الثلاثة في الاثنين. بالتوزيع. نضرب خمسة ضرب A تعطينا كم؟ قال لي خمسة ضرب A تعطينا كم؟ نضرب الخمسة في الأربعة تعطينا كم؟ قال لي تعطينا 20. نضرب الثلاثة في الـ A تعطينا 3 A. واضرب الثلاثة في سالب اثنين تعطينا سالب كام؟ سالب ستة. ستة. نفس الفكرة بالظبط اللي احنا قلناها من شوية اللي هي فكرة ان انا عندي معادلة فيها مجهول في الطرف ده وفيها مجهول في الطرف ده اللي هو ده ابن عم ده وده صاحب ده فده اللي يروحوا مع بعض ويقعدوا ايه؟ يقعدوا مع بعض يبقى اذا الـ A تروح مع الـ A والـ 20 تروح مع الكام؟ مع السالب ستة. خلاص يبقى نعمل سويتش المعادلة بتاعتنا كده بالترتيب اهو ده يروح كده وده يروح كده يبقى عندي 5A ناقص 3 A ضربنا احنا الخمسه بالاربعه عشان نطلعهم برا الاقواس بالضبط فكيت الاقواس بتاعتي ضربت الخمسه في القوس فكيت القوس وضربت الخمسه الثانيه الثلاثه الثانيه في القوس فكيت القوس برضه كلها ضرب تمام ال 20 على الطرف الاخر هنا كم سالب 20 يبقى عندي كده 5 A ناقص 3 A احنا حليناها من شويه 2 A سالب 6 ناقص 20 تعطينا كم قال لي سالب 26 طب اتخلص من الاثنين ازاي؟ حد يقول لي كده؟ قسم على اثنين. احسنت يبقى قسم على اثنين. وهنا على اثنين يبقى يطلع ماينس 13. الله ينور عليك ممتاز يبقى ماينس 13 هو ده الحل بتاعك. ممكن تحل رقم ثلاثة؟ خلاص هختم برقم ثلاثة كده يعني هختم برقم ثلاثة عشان خاطر حتى نسيب لكم مجال تحلوا حاجة في البيت. استاذ الحل ما خلص. نحل رقم ثلاثة. نحل رقم ثلاثة اهو. برضه هنا solve unknown values يعني حل القيمة المجهولة بتاعتك اللي هي قيمة x طلعها لنا.
طيب انا عايز الناس تحل بنفسها، يعني جرب بنفسك بايدك دلوقتي، امسك قلم وحل بنفسك، ما تتفرجش على الفيديو بس او على الشرح وخلاص، يعني حاول تجرب لو انت عارف. يعني مبدئيا انا عندي اقواس، يبقى هفك الاقواس، يبقى هنوزع الثلاثه في القوس هنا وهنا. 3 ضرب اكس تعطينا 3 اكس، و3 ضرب 2 تعطينا كم؟ تعطينا 6. 6. وبره القوس في اساسا كم؟ 6. يعني زائد 6. زائد 6 احسنت. وبعدين فك القوس الثاني في الطرف الاخر، 5 ضرب اكس تعطينا 5 اكس، زائد 10. زائد 10 احسنت. و5 ضرب 2 تعطينا كم؟ ننقل المجهول للمجهول، المعلوم للمعلوم، ولد عم ولد عم، وخال ولد اخر. الله ينور عليك، والله ما ننزعلك. يبقى هنا الخمسة إكس زائد كم؟ زائد العشر. أنا عندي هنا ثلاثة إكس زائد ستة زائد ستة زائد اتناشر، لأن بنجمع ستة وستة. هنا خمسة إكس زائد كم؟ زائد العشر. هنعيد ترتيب المعادلة بتاعتنا برضو، المجهول في طرف والقيم في طرف. هنجيب الخمسة إكس الطرف الآخر، الخمسة إكس الطرف الآخر. يبقى هنا ناقص كم؟ زائد 10. هنجيب الخمسة اكس كده والاتناشر اكس بالشكل ده. يبقى اذا تلاتة اكس عندنا ناقص خمسة اكس تساوي 10 ناقص كم؟ 12. تمام. تلاتة اكس ناقص خمسة اكس، قال لي خلاص، قال حسب عشان ما تغلطش اساسا، تلاتة ناقص خمسة تعطينا سالب 2. يبقى ده كله بالحسبة بتاعتنا الكريمة هيعطينا سالب 2x تساوي هنا 10 ناقص. ليه سالب؟ احنا بس ناقص سالب 2 بعد. سالب 2 يطلع الصفر، معقولة قيمة x؟ واحد. سوري، لان الكسمة على هذا x سالب 2 سالب 1 واحد. اشارات مع اشارات اهو، انا ما اعرفش خالص، يبقى انا هطريها دماغي عشان ما تعبش. هو سالب 2 وفي المقام برضو سالب 2 تعطينا كم؟ تعطينا 1. مش مفروض في الناقص 3 من 5؟ ليه حطينا سالب 2 اكس؟ اطرحي كده 3 3 ناقص 5 كم؟ لانه فوق برضو 5 اي في سؤال رقم 1، 5 اي ناقص 3 اي عملناها بموجب 2 اي. 5 الكبير ناقص 3 الصغير تعطينا 2، انما 3 الصغير ناقص 5 كبير تعطينا سالب على طول. اوكي انا معايا. لو طرحنا كده 5 ناقص 3 هتعطينا 2، و3 ناقص 5 تعطينا كم؟ سالب 2. اوكي خلاص، هسيب لكم بقى نسرب الخطوه الاخيره. ممكن بس الخطوه الاخيره اللي بالاحمر، اللي بالاحمر انا طرحت 3 ناقص 5 تعطينا سالب 2 اي، وهنا 10 2 تعطينا كم؟ تعطينا سالب 2. استنى خلص من سالب 2، قسمت الطرفين على سالب 2، ده كنسل خلاص. وهنا سالب 2 على سالب 2 تعطينا 1 بالآلة الحاسبة. تمام. لو انا عايز اتاكد من حلولي اساسا عشان برضو الناس تبقى مطمنه وعارفه هي بتحل صح ولا غلط، ممكن تاخد الواحد وتعوض بيه اساسا فوق، يعني حط الواحد مكان الاكس هنا مكان الاكس هنا، لازم طرفين المعادله يكونوا مالهم؟ يكونوا متساويين. شلون اتاكد من حلي؟ مش انا عندي المعادله بتاعتنا هي دي؟ ايوه. هنشيل الاكس ونحط مكانها 1. 1 زائد 2 تعطينا كام؟ 3. 3 في 3 9، 9 زائد 6 15. والطرف الاخر اللي هو الطرف ده 1 زائد 2 تعطينا 3، 3 ب 5 تعطينا كام؟ 15. يبقى الطرف ده 15 والطرف ده كام؟ 15. يبقى حلنا صحيح. احنا هذا حل رقم 3، 2 ما حلينا. 2 واجب حمور تحلوه بقى كده تضربوا. خلاص هقعد لحد كده بس عشان انا عندي محاضرة البي اس 102 كمان شوية، فلسه هبدا معاهم. ف يعني نحاول نراجع اللي انا قلته النهاردة ان شاء الله كده، ونبص عليه تاني مرة واثنين وثلاثة. واتمنى الوضع يكون كان مريح النهاردة وكان معقول شوية، يعني حتى الناس اللي أول مرة تشوفنا ولا حاجة يكون الأمور. دكتور أمرني تفضل. بالنسبة للأول كويز راح يكون عبارة عن اللي احنا خذيناه صح؟ تقريبا اللي احنا خذيناه، بس ممكن يجي لك بعض المسائل الحياتية عليه شوية، يعني ممكن مسألة أو مسألتين حياتيتين يوظف لك فيهم الكسور والنسب المئوية ممكن. ايه لأنه هو غير عن المترم، يعتبر ان اللي احنا خذيناه يعني تقريبا لحد كده.
الله يعطيك العافية، مشكور ما قصرت. تسلم تسلم، توفيق إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله المحاضرة الثانية نحاول نستكملها إن شاء الله كده وكده، يبقى عندنا جزء أونلاين. هذا الميدترم لا لا خلاص خلاص، ده أول سؤال في الميدترم، إحنا عندنا أربع أسئلة في الميدترم أساسا، ده أول سؤال فيهم. دكتور أحمد. عمرني تفضل. ما يمر عليك ظالم، في المحاضرة مالت اليوم هذه. تقدر تسوي لنا فيديو عنها على أساس وقت المراجعة نرجع نشوف الحل مالك وكذي.